بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي محاضرة النهاردة Imaging of Fractions. سامعين ولا نستخدم الميكروفون؟ هو بص، موضوع المحاضرة من الوهلة الأولى يعني تحس إنه موضوع تافه، يعني إيه إزاي يقول لك فراكشن؟ لو جبت عم اسمه إيه محمد اللي قاعد في الطبقة بيعرف الفراكشن، لكن لا، الموضوع أكبر من كده والله. أنا لما قريت فيه حتى في شويه حاجات ما كنتش فاهمها اول مره افهمها، المره دي قعدت اسمع لها فيديوهات من بره بعض الاشياء. هقول لك انا يعني كل ما تيجي ستريس على حاجه، لكن هو موضوع مهم جدا. يعني في بعض الاشياء، انا مره اشتغلت في مكان كل ما يجيني الطفل مخبوط بس بره مصر، فاكتبه نورمال، الراجل يقول لي ازاي انت مش شايف ان في سلطه هيلث فاكشر تايب 1 سلطه. فهي في حاجات انت يعني لما تشتغل كتير هتشوفها كتير، بس تبقى في دماغك فاهمها. لو انت فهمتها هتعرف تشخصها، لكن لو ما فهمتهاش هتشخصهاش. فاحنا واخدين الفراكشر ده مثلا فروم ذا هيد لغايه التو، كل انواع الفراكشر، ماشي؟ في حاجات هنصرف فيها وفي حاجات هناخدها بالتفصيل، ماشي؟ هنبتدي حاجه حاجه. احنا عارفين السكال بيتكون من 8 عظمه، يعني 8 بيرد عظم، 2 فرونتال و 2 رايتال و 2 تمبرال و 2 اوكسيبيتال، ماشي؟ والعظم ده بيلحم بي 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 يعني بيارتكليت مع بعض خلال السوتشر، ماشي؟ والعظم ده بيتكون من الاوتر تيبل والدبري والانر تيبل. الاوتر تيبل بيبقى ريجيد وهارد، والانر تيبل بيبقى سموث، ماشي؟ السكال برضو من الحاجات اللي تعرف فيها في انواع في الفراكش ده الاي بي وده اللاترال. في السكال مش مهم الاناتومي، بس انا عايزك تعرف ده اسمه السيتال سوتشر وده اسمه الكورونال سوتشر وده اسمه اللامدويد، ماشي؟ احنا عارفين السوتشر بتقفل عند سن كام؟ لا مش سن، يعني لغايه السوتشر غير الفونتانيل، الفونتانيل حاجه والسوتشر حاجه، يعني تقريبا لغايه 3 سنين بتقفل السوتشر ما عدا اللامدويد. اللامدويد ده بيقفل تقريبا عند 60 سنه، عشان لما نيجي نعرف في حاجه اسمها فراكشر اسمها سوتشر ده ستيز نورمال فراكشر. فكل السوتشر المفروض تقفل، سايتال كورونال مش عارف ايه، اي سوتشر بيقفل ما عدا اللامدويد. هو ممكن يقفل يوصل لغايه 60 سنه، بيقفل عند سن 60 يعني بيتاخر في القفل بتاعه. طب ايه انواع السكال فراكشر؟ في لينير او فيشر فراكشر او ترانسفيرس، هو نفس الاسم، وفي ديبريست، وفي دايستاتيك، وفي بازلر، يعني في سكال بيز، يعني واخد سكال بيز. هنقول كل واحد ايه بشكله. الاول حاجه السكال ده جدول فيه السكال فراكشر. اول حاجه الفولت بيجي في لينير او ترانسفيرس او فيشر، كل الاسم هو نفس الاسم. في الديبريست، الديبريست فراكشر، الديبريست ده يبقى اوبن يا كلوزد. طب البازلر او السكال بيز، يعني بازلر معناها بيز فراكشر، ممكن يبقى في الانتيريو كرينال فوصة او الميدل عند الكريبري فورم بليد، او يجي في الميدل كرينال فوصة عند التمبرال ريجن، او يجي في الاوكسيبيتال كومبايل او السفينويد او التمبرال بون. التمبرال بون يا لونجيتيودن يا ترانسفيرس يا ميكس، هناخد الحاجات دي بالتفصيل. طيب اللينير هو ده الموست كومن، موست كومن اللينير فراكشر. هتلاقي فيه حته فراكشر واخد مثلا هنا من الاوكسيبيتال وداخل التمبرال، اكسيبيتو ايه تمبورال فيشر فراكشر او لينير فراكشر، ماشي؟ الفراكشر ده ممكن يمس منك في السي تي، ممكن انت السي تي بتاخد مقاطع شرايح شريحه شريحه، ممكن تاخد كاتس تحت الفيشر ده وكاتس فوق منه فممكن ما تشوفهوش، ماشي؟ يعني بص، لو احنا بناخد مثلا مقاطع 8 مللي او 9 مللي كل او سبيس 8 مللي، فممكن يجي لك المقطع تحت اللينير فراكشر ده والمقطع الثاني فوق منه فما تشوفهوش. فاي طفل فيه واخد تروما المفروض تعمل له ايه؟ تعمل له البون ويندو 3 دي عشان تشوف في 3 دي. لو عملت 3 دي فيلم 3 دي او سيزا ريفورمات هتشوف كويس الفيشر فراكشر او اللينير فراكشر، ماشي؟ برضو ادي طفل تاني عنده فراكشر واخد برضو التمبرو برايتال، وادي طفل تاني واخد ايه الاوكسيبيتو برايتال فيشر فراكشر، ماشي؟ فالسكال اكس راي عشان بيشوفوا فوليوم واحد بتشوفها، لكن هو السي تي احسن طبعا بكتير. لكن هو بيقول لك لو الفراكشر ده ممكن يعديه تاخد كت قبله كت بعده ممكن مزد منك. تحلها ازاي؟ تعمل ريفورمات ايمجز او تعمل 3 دي ايمجز في السكال. ادي مثلا عيان اهو عامل سكال اكس راي. لو احنا بصينا في هنا في الاول واحد ده في الايه، في هنا فراكشر باين في الاكس راي لو بصيت بصعوبه، لكن شوف ال 3 دي باين حلو ازاي. هنا التو سكال اكس راي مش باين فيهم فراكشر خالص، لكن في ال 3 دي باين فيهم الفراكشر في الايه، في ال 3 دي ريكونستراكشن ايمج، ماشي؟
ادي برضو عيان، ده عيان وده عيان. ادي هنا برضو في لينير فراكشر في الليفت فرانتال، وهنا في برضو ايه في الـ في الفرانتو برايتر في لينير فراكشر. طب ديبريسد فراكشر، احنا عارفين التروما، يعني عارفين السكال دي عامله زي ايه، زي الايجز. الايجز لما تيجي تخبطها خبطه من اي اتجاه يحصل فيها ايه، فيشن او لينير فراكشر. لكن لو جبت حاجه سبيسيفيك، جبت شاكوش او جبت حاجه صغيره وخبطتها في حته معينه، يحصل ايه؟ ديبريس. فالديبريس فراكشر المود اوف تروما بتبقى مختلفه عن الليلر. الليلر بيبقى خبطه جامده، الديبريس تبقى حاجه هارد مثلا زي هامر، زي روكت تخبط فيها، فيجي الديبريس فراكشر. بس هو ده اخطر من اخطر من الليلر، لان دايما الديبريس بيبقى البون تنزل في البرين، فبيعمل برين انجري اكتر من ايه، من اللينير فراكشر. ده مثال برضو ديبريس فراكشر في الاكس راي، لكن هو السي تي احسن بكتير طبعا، لان الاكس راي ممكن ميز الديبريس، يعني ممكن عيان يجيلك ديبريس فراكشر في الاكس راي ما تشوفوش، لكن السي تي بيشوفه كويس، شوف عادي ديبريس فراكشر، وادي واحد تاني ديبريس فراكشر، وشايف برون فراجمنت داخله جوه، لو عملت له برين ويندو هتلاقي فيه سيريبرال كونتيوجن وسيريبرال هيموج تحت منه. برضو ادي ديبريس فراكشر، قلنا برضو نفس الكلام، ادي هنا بس في السكال اكس راي باين الديبريس فراكشر، في الثري دي بان، لكن شوف الصورتين دول ما فيهمش حاجه، لكن لما عملنا لهم سي تي، عملنا لهم 3 دي سي تي، باين فيهم ديبريس فراكشر في الايه؟ 3 دي ريكونستراكشن. فدايما 3 دي معمول للفيشيال بون والسكال في الاطفال، ماشي؟ السكال في الاطفال، دايما 3 دي تعملهم سكال في الاطفال، وفي الفيشيال بون لما نيجي نتكلم عن الفيشيال بون. برضو ادي عيان عمل سي تي، في مالتيبل ايه؟ مالتيبل ديبريس فراجمنت، في فراجمنت من البون يعني سيبريتد من البون وداخله جوه البرين، فمع ماركت سيريبرال كونتيوجن، كله يبقى اخطر من اخطر الفراكشرات الديبريس فراكشر، ماشي؟ ادي عيان برضو عنده لارج ديبريس فراكشر وعمل انجري للفرنتال ساينس، فعمل له باي فرنتال اكيوت انفارشن، ومعاه سيريبرال هيماتوما، معاه سبديورال ايه؟ مع سبديورال كوليكشن، ماشي؟ فده نتيجه ديبريس فراكشر، يعني حاجه جامده خبطت الحته فرنتال، وقعت عليه مثلا حجر كبير ولا حاجه، فعمل انجري لمين؟ السوبيريو ساجيتال ساينس، السوبيريو ساجيتال ساينس عامل بايلاتر فينس انفارشن، ومعاها ايه؟ سيربرال كونتيوجن، ومعاها سبديورال رايت سبديورال فرنتال كوليكشن. المهم ده المهم في الاطفال، الدايستيزيس، يعني ايه دايستيزيس؟ يعني السوتشر يوسع عن بعضه، المفروض السوتشر ما يزيدش 2 مللي. اي سوتشر سوتشر بتقيسه بالسي تي لو زاد عن 2 مللي يبقى في دايستيز، يعني فراكشر يجي في السوتشر يوسعه بس، مفيش حاجه اكتر من كده، ماشي؟ فممكن ده يعدي منك بالذات في الاطفال. فانت اي طفل تروما لازم تبص السوتشر وتقارنهم ببعض، الفرنت الكورونا الناحيه اليمين ناحيه الشمال، السيتال تقارنه برضه وتقيسه، واللامدويد تقارن اليمين بالشمال، فلازم تشوف الايه السوتشر كويس. لو يعني ما انت بتشتغل كتير ممكن تعرفها قبل ما تيجي تقول في سوتشر دايستيز. ادي مثال اهو، في عيان ده عنده سوتشر دايستيز في السيتال ايه؟ في السيتال سوتشر، وكان واخده تروما. برضو ادي سوتشر دايستيز، شايف في السي تي لو بصيت على اللمدويد سوتشر على الرايت سايد، الليفت سايد، الليفت سايد ده مش شايفه، لكن شايف الرايت سايد في دايستيز، فمعناه في ايه؟ في فراكشر واصل في السوتشر نفسه. ادي برضه اهو في ال 3 دي ريكونستراكشن ايمج باين السوشيال دايستيز كويس جدا. برضه ادي في الاكس راي لو احنا بصينا غالبيه الحالات السوشيال دايستيز ما بانش في الاكس راي كويس، لكن لو بصينا في ال 3 دي بنشوفه حلو قوي في ال 3 دي ريكونستراكشن ايمج بيبان كويس. ادي برضه عيان عنده سوشيال دايستيزيس في الميتوبك سوتشر، ده الميتوبك سوتشر موجود في الفرنتال ريجن ومعاه ديبريس فراكشر، يعني الاثنين معاه فراكشر كده، يعني ديبريس ومعاه ايه سوتشر دايستيز. برضو ادي عيان ندخل على سكال بيز فراكشر. احنا فاكرين زمان في الاستقبال لما بيجينا عيان في حادثه وبينزل دم من ايه؟ من وجنه، او دم من ايه؟ او من بقه، بنقول عليه ايه؟ ده عنده ايه؟ كسر بتاع الجمجمه. الجمله الدارجه في ما بين الناس حتى في الدكاتره في الاستقبال، كنا زمان نعمل له ستيم ما نشوفش حاجه، هو ممكن تعمل له ستيمين ما تشوفش حاجه ولا تشوف، ممكن ما تشوفش، بس ده يبقى تكنيك عيب تكنيك. المفروض لو في كسر في التمبرال بول لازم تاخدها سين كاتس 2 مللي 3 مللي، لكن لو خدتها زي برين عشرات ممكن ما تشوفش الفراكشر، ماشي؟ لكن هو في فراكشر انت مش شايفه، لو هتيجي تعمل ديديكيتد ايه؟ ديديكيتد ايمجز على التمبرال بول او ديديكيتد ايمجز على الكريبري فور لازم تشوف فيه حاجه، لكن لو مقاطع كبيره ممكن ما تشوفش الفراكشر.
ماشي. هنشرح البتاع ده التمبرال بون لما يجي، هنقول لك ازاي تعرف تشوف. ادي مثلا عيان عنده سكال، عنده فراكشر موجود في الليفت تمبرال بون، وعنده سكال بيز فراكشر. ادي برضو عيان عنده فراكشر، شايفه في الايه، في الاوكسيبيتال بون، في الميد بورشن بتاعها. وعيان برضو تاني عنده فراكشر فين؟ في الرايت تمبرال بون. ماشي. طيب في حاجه اسمها جروينج سكال فراكشر. لما طفل يجيله تروما ويحصل فيه فراكشر وتتفتح حته من السكال بون، بعدها المينجيز والسي اس اف فلويد ينمو لبره، فهربته من السيست تطلع بره، تلاقي راسه بتكبر من ناحيه واحده. ماشي. هو الاسم تسمى سكال جرون فراكشر، فاهم الاسم، لكن هي الكونتنت بتاعت البرين بما فيها المينينجيز والسي سي فلويد يخرج لبره، بره البرين، فاسمها سكال بون سكال جرون فراكشر، او اسمها ليبتومينجيال سيست. وهنشوف حالات. ادي عيان برضو عنده ديفكت في الليفت برايتال بون، وهتلاقي البرين تيشو طالعه بره منه. هتشوف السي تي احسن طبعا من البتاع، من الاكس راي. لو بصينا هنا عين جاله فراكشر في بون ديفكت، فحصل ايه؟ بورنكيفاليك سيست. البورنكيفاليك سيست مع جزء من البرين خرجت بره، ايه؟ خرجت بره البرين تيشو. دايما بنشوفه في الاطلس اسمه جروينج سكال جروينج فراكشر او ليبتومينجيال سيست. هنا بعد ما عمل لها ريكونستراكشن وايه، وحط بون جرافت في مكان ايه؟ مكان الديفكت، عشان البرين تيشو ما يطلعش اكتر. ادي برضو عيان خد تروما من فتره طويله، في بون ديفكت، حصل ايه؟ البرين خرج مع السي اس اف، مع السيست اللي اتكونت تحت التروما، لانها بيبقى سيريبرال كونتيوجن وبعد كده ريبليست باي السيست، والسيست مع البرين يخرجوا بره، اسمها جروينج سكال فراكشر. ادي برضو نفس الكلام، عيان عنده تروما قديمه في بيلينج او في السكاوت بتاع السي تي، في ديفكت. لا احنا بصينا في الديفكت هنلاقي في ايه؟ سيست مع ليبتومينجيال سيست ومع برين تيشو خارجين ايه؟ خلال الديفكت ده. اوكي. احيانا بيجي لك كرينيال بيرست فراكشر. احنا عارفين السكال دي قلنا زي الاجز، لما تبقى تروما جامده جدا يحصل فيها اتفاق، يعني يحصل فيها انفجار، فتلاقي في كذا حته متكسره، في كل انواع الفراكشر تلاقي فيه، تلاقي مثلا لينير ودايستيزيس كل حاجه، وتلاقي برين تيشو برضو ايه تخرج مع الـ مع الـ مع البيرست سكال فراكشر. ده رير شويه. ادي برضو بيرست سكال فراكشر، شايف البتاع متدشدشه كانك جبت بيضه وخبطتها جامد، فاتفتحت من كل النواحي السكال بون، زيها زي بيجي في الاطفال النوع الفراكشر. ماشي. ادي برضو فراكشر، في دايستيزيس برضو في السوتشر، وفي برين تيشو خرجت ايه خلال الديفكت بتاع الفراكشر. في برضو كومباوند فراكشر، يعني يبقى الاثنين مع بعض، مع لينير ومع ديبريس. ماشي. فيبقى في النوع ده بالذات، بس احيانا بيجي الكومباوند ده يبقى معاه اليفيتد سكال، اليفيتد سكال فراكشر. يعني نورمال اي فراكشر لما انت تيجي ترسمه بالقلم ما يعديش السكال، يعني ادي السكال كده حصل فيها فيشر ما تخرجش، لكن في نوع كومباوند فراكشر تلاقي حته تعض تخرج لبره، زي ده مثلا. بص كده على البون، هنا البون فيها في نوع كذا فراكشر، في ديبريسد وفي اللينير، لكن بص البون خرجت بره الفولت. المفروض نورمالي لما انا الف بالسهم ده كل البون المفروض يبقى في المساحه نفسها، هي ما تخرجش، لكن هنا العظمه ترتفع لبره، اسمه كومباوند فراكشر ويز اليفيتد سكال بون. ده برضو في الحاجات التروما الجامده جدا، تحت منه سيربرال كونتيوجن وسيربرال ايه. برضو ادي عيان، انت عارف العيان في خناقات، عارفين الفاس او البتاع ده لما واحد ممكن يضرب واحد ب، عارفين الفاس ولا مش عارفين؟ مش عارفين الفاس؟ عارفين؟ ممكن واحد ياخد بالبلطه او الفاس ياخد تروما جامده، يعني بص ده الفوتوجرافي قبل ما يصوره، واخد شايف الووند قد ايه؟ شايف السكال بون، لو بصيت فيها في السكال بون خارجه لبره ازاي؟ يبقى ده اليفيتد فراكشر كومباوند، يعني في الاثنين، او كومبليكيتد كومباوند فراكشر، في فيشر في كل انواع، وتلاقي السكال خارجه بره خالص. شوف السكال خارجه بره ازاي؟ المفروض السكال ما تخرجش بره الكونفاينمنت بتاع ايه؟ بتاع السكال بون كلها. ماشي؟ فده اسمه ايه؟ كومباوند فراكشر ويز بتاع ده ويز اليفيتد سكال بون في الفراكشر. ادي برضو نفس الكلام، فراكشر وفي اليفيتد سكال بون بره، ايه خرجت بره السكال بون، كومباوند فراكشر. برضو ادي كومباوند فراكشر، برضو البون خارج بره ايه؟
بره المساحه بتاعت الدايره بتاعت السكال بون. في حاجه اسمها ايج شيل فراكشر، نوع من السكال. قلنا الايج شيل لما تجيبها بين ايديك، لو انت ماسكها بالعرض مش على السيف ودوست عليها بتكسرها من كل حته، ده نوع زي الايج شيل، يعني زي الايج بالظبط. لما تاخد كومبريشن جامد فتلاقي السكال اترابشر من كذا حته، شوف المرابشره هنا ومكسوره هنا ومكسوره هنا، فيها ديبريست وفيها لينير، فيها كل انواع الفراكشر اللي انت تشوفه. ماشي. برضو ده برضو ديبريست فراكشر، وفي ايه، وفي سيربر كونتيوجن تحت الديبريست فراكشر. شايف الديبريست بون فراجمنت؟ كان زمان فاكر يقول لك العيان ده كان عنده فراكشر وعملوا له عمليه تربنه، تربانه هو بيدخل يشيل الديبريست البون فراجمنت اللي ضاغط على البريد تشو، فحتى يقعد طول عمره عايش بالديفكت ده. هو دلوقتي خلاص بيركبوا له مش بتاع، لكن زمان قبل من 20 30 سنه كل الجراحين كانوا يشيلوا العظم ويسيبوا الديوره بس هي اللي حامل البريد، ويشيلوا العظم اللي الفراجمنت اللي عامله كومبريشن على البريد تشو. ادي برضو عيان عنده ديبريسد فراكشر، شايف البون داخل جوه البرين تيشو، المفروض الجراح يدخل يشيلها عشان يقلل الكومبريشن بتاع البرين تيشو. ماشي. في نوع من الفراكشر اسمه بينج بونج بول، يعني تلاقي التيمورال بون ديبريسد الناحيه دي لكن الناحيه دي كويسه، لكن الانر والاوتر تيبل كويسه وما فيهاش فيشر لاين خالص. ده رير بيجي في الاطفال، لو طفل حد داس على دماغه كده يعني دوسه جامده شويه من غير قصد. ماشي. يقولوا بينج بونج ايه بوج. ماشي. كده خلصنا السكال فراكشر، هندخل على الفيشيال فراكشر. يبقى السكال فراكشر اللي انت المفروض تعرفه كذا حاجه. نمره واحد، لازم تعرف حاجه اسمها دايستاتيك. ماشي. دايستاتيك السكال فراكشر. نمره اثنين، الفراكشر في الاطفال ممكن ما تشوفش في الاكس راي او في السي تي العادي، لازم تعمل له 3 دي ريكونستراكشر عشان يساعدك لو في لينير فراكشر جايبين كات وكات. نمره اثنين، الديبريسد فراكشر السي تي، لانه حتى الاكس راي ملوش قيمه في الديبريسد فراكشر، لازم عشان نشوف في برين انجل ونشوف في سيبريتد بون عشان الجراح يدخل يعمل حاجه ولا لا. السكال بيز فراكشر لازم ناخد له مقاطع صغيره عشان يبان، يعني هو كلينيكال دايجنوزس. السكال بيز فراكشر كان زمان كلينيكال دايجنوز، بس بعد السي تي ما تحسن وبقى في الكاتس 2 مللي 1 مللي بقى نشوف كل حاجه، كل سكال بيز فراكشر بنشوفها كويس. طيب هنيجي للفيشال فراكشر، هنركز على حاجه فيها معينه. الفيشال فراكشر ممكن نوعين، يا اما سيمبل او سنجل فيشال او كومبلكس، يعني كومبلكس تاخد كذا عظمه او 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 سيمبل تاخد عظمه واحده بس. طيب الكومبلكس ده هو ده المهم، بتوع الماكزيلو فيشال بيركزوا قوي على الكومبلكس ده. ممكن ننزل اوربتو اسمويدال كومبلكس فراكشر، في حاجه اسمها الليفورت فراكشر، هنقول الليفورت ده وانواعه. في زيجوماتيكو ماكزيلري كومبلكس فراكشر، في كومبلكس ميد فيس فراكشر. البتاع ده السنجل فراكشر او السيمبل واحد ده سهل، ده ممكن ياخد فرانتال ساينس نيزل بون اوربيتال بلو اوت، كل الحاجات دي برا نيزل فراكشر الفيرال ريسيس او ماندوبلر فراكشر، هناخد حاجه حاجه. ماشي. طيب احنا بس في حاجات لازم نفهمها قبل ما نقول موضوع الفراكشر. الفيشيال بون دي ليها باتريس، يعني ليها سندات ماشيه لونجيتيودنلي وسندات ماشيه ايه بالعرض. ماشي. فكل حاجه ليها اسم، يعني هنا مثلا ادي المجزلة ليها ترانسفيرس باتريس اللون الاصفر ده الابر، وليها في اللور باتريس اللون الايه الاخضر. المانديبل برضو ليه ترانسفيرس باتريس اللي باللون ده البرتقاني، واللون البيربل ده اللي تحت برضو اسمها ترانسفيرس ماتريس. وبرضو في سندات باتريس باللونجيتيودنال، ادي اللون الاحمر ماكزيلري، ادي اللون الاحمر مثلا، واللون الازرق ده ايه الباتريس بتاعت الماكزيلري والزيجوماتيك بول. وادي المانديبل برضو ليه باتريس برضو موجوده ايه لاترالي في اللونجيتيودنال فراكشر. وهنا جايب لك بس في ده ترانسفيرس بيورهم لك كويس، وهنا اللونجيتيودنال بتشوفهم في الاي بي كويس، وده في اللاترال برضو بتشوف المندي والابر باتريس واللور باتريس، عشان لما تشوف الفراكشر انواعهم تبقى عارف. لانه جماعه بتوع الماكزيلو فيشل لما بيدخلوا يعني بيبقى عظم صغير متفتت، بيدخلوا بحاجات صغيره كده يعملوا له ريكونستراكشن سيرجري، وممكن تقعد معاهم وقت طويل في العمليات. ماشي. يبقى ادي هو جايب لك ادي اهو برضو كل بون ليها لون معين. ماشي. وهنشوف في انواع الفراكشر. طيب الكومبلكس فراكشر اهم حاجه الليفورد. ليفورد ده جراح فرنسي. ماشي. كان عمل ايه؟
كان بيجيب العيانين بعد ما يعني ياخد سكال بعد كذا ميتين يعني. يجيب السكال دي ويحطها قدامه على الترابيزه ويجيب مثلا من السقف ده ينزل طوب عليها حجر مثلا وزنه كيلو تمام ويشوف بعد كده يفحص الحجر ده عمل ايه في وش الكنبه بعد كده يجيب حجر ثاني وزنه 2 كيلو وينزله على راس ايه على الفيس بعد كده يجيب حجر 3 كيلو يسقطه من نفس المسافه وعلى نفس الاسكال بس الوزن زياده وجد في ثلاث انواع من الفراكشر ليفرت 1 وليفرت 2 سماهم باسمه ليفرت 3 ليفرت 1 لو الفراكشر خد الاور ماكسيلا كلها يعني فصل الماكسيلا عن البلد شايفين الماكسيلا شايفينها والفراكشر لما جه هنا كسر الماكسيلا كلها سواء ناحيه واحده او ناحيه الاثنين وجد الثاني لما نزل 2 كيلو مثلا 3 كيلو على التروما وجد الماكسيلا والدوس كلها بتتخلى من الفيس ماشي الثالث اخر واحده لما نزل 5 كيلو او 6 كيلو على الفيس وجد الماكسيلا والنوز والزيجوماتيك بول الثلاثه بسموهم ليفرت 1 وليفرت 2 وليفرت 3 بس بالشرط لازم التريجويد بون تبقى مكسوره معاه يعني اي ليفرت لازم التريجويد بون تبقى ايه؟ تبقى مكسوره لو التريجويد بون مش مكسوره ما ينفعش يبقى ليفرت يبقى هناخد هنشوفها بس دلوقتي في الصور بس انت فهمت القصه ازاي؟ دي حاجه خدها هو كده فيريك وبعدين كل كرينو فيشر بيشتغلوا عليه اي 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 تريجويد بون مكسوره يقول لك ده ليفرت ايه؟ يبعت لك في الـ في الـ في التقرير يقول لك ده ليفرت 1 ولا ليفرت 2 لان هو الجراحات كل واحد ليه جراحه معينه عندهم في الجراحه بيجيب حاجه يسقطها من نفس المسافه على الفيشيال بول تكسر الابر جو بس تفصله عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن بقيه الفيشيال بول يبقى ده ليفرت 1 يبقى تفصل النوز مع الـ مع الابر جو يبقى ده ليفرت ايه 2 تفصل النوز مع الـ مع الـ مع الابر جو مع البتاع ده الزيجوماتيك بول يبقى ده ليفرت ايه 3 هناخدهم واحد واحد لازم تعرفهم عشان لو انت قاعد في حادثه بتاع الراجل بتاع الماكسيلو فيشل هيسالك السؤال ده يبقى قلنا بارشال او كومبليت سيبريشن في الماكسيلا فروم ذا سكال بيز ماشي ممكن تبقى يونيلاترال وبايلاترال ماشي يعني بيقول ليفرت فراكشر بيقول لك ده رير مي انفولف ايه لازم انفولف البايلاترال تريجويد بول لو ما خدش تريجويد ما ينفعش يبقى ليفرت في التشريح ده سنه 1901 الجراح ده كان جراح فرنسي ادي هنا ده صوره للليفرت ده الماكسيلا بس يبقى ده ليفرت ايه 1 وده الماكسيلا مع مين مع النوز يبقى ده ليفرت ايه طب ده الماكسيلا مع النوز مع البون اسمها ايه دي البون زيجوماتيك بون يبقى ده ليفرت كام ليفرت 3 لكن لازم يكون معاهم اهم حاجه مين مكسور تريجويد بون لو مش تريجويد بون مش مكسورين ما ينفعش يبقى ليفرت ماشي ادي برضو ليفرت 1 يبقى مين المكسور هنا شيء جايب لك الصوره مين المفصول عن الفيشل بون المجزلة يبقى ده ليفرت 1 ماشي ادي شايف الخط ده اللي مش هقول لك عليه بالسهل اهو ده الحته دي المفصوله في اللاترال فيو لو انت جبتها تلاقي الحته الابر كل الابر جو كله مكسور من البتاع لكن بقيه الفيشل بون كلها كويس برضو ادي صوره جايبها لك توضيحيه اكتر يبقى ده ليفرت ايه ده في الاي بي وده في اللاترال فيو طيب نيجي في ادي برضو نفس الكلام هنا لو بصيت هتلاقي في فراكشر لاين في 3 دي ريكونستراكشن بص الماكسيلو فيشل 3 دي ده معمول عشانه يعني اي ماكسيلو فيشل من غير 3 دي ما ملهوش الجراح بتاع التجميل لان هو بيشوف عايز يعمل ريكونستراكشن للفيس لان الفيس يعني حصل فيه ديفورميتي فهو عايز يشوف 3 دي يشوف ده خارج لبره فراكشر ده داخل لجوه لازم تعمل 3 دي في كل حالات الماكسيلو فيشل ايه تروما ماشي فده برضه 3 دي لو بصينا هنا في فراكشر لاين واخد مين فاصل الابر جو او عن مين عن بقيه فيشل بون يبقى ده ليفرت ايه ليفرت 1 نعم ما لا تريجويد هوريك في الاكزل ما تبانش بقى في الاكزل او كورونا هو بس جايب لك 3 دي بس صوره 3 دي بس هوريك التريجويد هنا برضو لو بصينا هنا ادي برضو ليفرت 1 شايف الليفرت 1 بس ناحيه واحده بس اهو يبقى واخد الابر جو ناحيه واحده بس ماشي وهنا برضو التريجويد بون مكسور ماشي
هوريك انا التريجويد في صور احسن، بس هو بيركز هو حال على صوره واحده بس. فده يولي لاترال ايه ليفورت ايه ليفورت 1. طيب هنيجي نبص هنا، ركز معايا شويه كده في الصوره دي. لو احنا بصينا ادي الفراكشر لاين اهو، شايفه؟ شايفه مش شايفه؟ باي لاترال، ادي واحد وواحد هنا، يبقى فاصل المين الابر جو عن بقيه الفيشيال بون. لو احنا رجعنا في الاكزيال ادي برضو نفس الكلام، ادي الفراكشر لاين اهو، وادي التريجويد بون هنا مكسور ماشي، وبرضو في السيتال بتاعه. ادي ال 3 دي، هو ال 3 دي احلى بصراحه، يبينه لك حلو قوي. لو بصينا في ال 3 دي هنلاقي برضو ايه الابر ماكزيلا فيها ايه فراكشر، يبقى ده ليفورت ايه ليفورت 1. طيب الصوره دي برضو فيها حاجات ليفورت 1 وفيها حاجات ليفورت 2، يعني فيها كده وكده. لو بصينا احنا على الصوره دي هنلاقي مين المكسور هنا؟ المجزلة، وادي التريجويد بين مكسورين، التريجويد بين ناحيتين مكسورين. لكن لو احنا بصينا في الصوره الصوره دي هنلاقي هنا مين المكسور؟ الزيجوماتيك بون. ايوه، يبقى ده ليفورت كام؟ ليفورت 3. يبقى ده ليفورت 1 ودول الصورتين دول ليفورت 3. اوكي؟ طيب ليفورت 2 احنا قلنا الزيجوما مع مين؟ مع النوز. ادي الصوره الكورونال بتاعها، وادي الصوره ايه السيتال بتاعها، الدايجرام بتاعها. طيب احنا هنبص، خلينا واضحين، شايفين التريجويد بيون مكسورين متفقين ماشي، وهنا الفراكشر واخد ايه؟ واخد المجزلة. خلينا في ال 3 دي. طيب لو احنا بصينا على الليفت سايد هنا اللي واخد الابر جو على الليفت سايد، لكن الرايت سايد رايح للنوز، يبقى على الليفت سايد ليفورت 1 وعلى الرايت سايد ليفورت ايه؟ ليفورت 2، بشرط يكونوا ايه؟ التريجويد مكسورين. تمام؟ اهو برضه ده ليفورت كام؟ واخد النوز واخد الابر جو، يبقى ده ليفورت كام؟ ليفورت 2. لا الزيجوما مش متاخده فين. طب ده اهو الزيجوما متاخده ماشي، يبقى ليفورت كام؟ ليفورت 3. طيب ليفورت 3 جايب لك صوره بيورلي اهو. لو بصينا على الصوره دي هنلاقي النوز مع الابر جو مع مين؟ مع الزيجوما، الثلاثه مكسورين. ادي الصوره برضو الثانيه بتاعتها، النوز مع الزيجوما مع الابر جو، يبقى ده ليفورت ايه؟ ليفورت 3 ماشي. طيب لو احنا بصينا في ال 3 دي ريكونستراكشن بتاعه، ده بعد العمليه وده قبل العمليه. لو بصينا اهو ادي النوز متاخده، وادي الزيجوماتيك ارش متاخد ماشي، والانفيريور اوربيتال بون متاخد، وادي اهو الزيجوماتيك ارش هنا متاخد، يبقى ده ليفورت كام؟ 3 قبل العمليه، وبعد كده عملوا الريكونستراكشن ده 3 دي بعد العمليه ماشي. طب ده ليفورت كام؟ غالبا 3 برضه، لانه الزيجوماتيك ارش متاخد هنا ماشي، ليفورت 3 ماشي. يبقى كده الليفورت عرفناه يا 1 يا 2 3، بس بشرط يكون ايه؟ الترجويد مكسورين. من غير ترجويد ما تقولش ليفورت 5، يعني اول حاجه تبص على الترجويد، لو شفتهم اقعد تفصصه وقول له ده ليفورت 1 ليفورت 2 ولا ليفورت 3. هتشوف لو الابر جو بس يبقى ده 1، لو الابر جو من النوز، لو الابر جو والنوز والبتاع ده والزيجوماتيك بون، يبقى ايه ليفورت كام؟ ليفورت 3. نيجي بقى للفراكشر بتاع حاجه واحده بس. ادي مثلا فرانتال ساينس فراكشر، عين واخد تروما وجاي الفرانتال ساينس وفيه هيماتوما بريتا واخده وداخله برضو ايه، واخد انر واوتر تيبل بتاع فرانتال ساينس، وده بلاد جوه الفرانتال ساينس. ده سيمبل النيزل بول فراكشر. احنا فاكرين زمان في الاكس راي كنا زمان يجينا العيان ونصور الصوره، فاكرين اللاترال فيو ده؟ يبقى يمين وشمال بنشوف الاكس راي. لكن لو انت عندك سي تي والعين تروما جامده، هي مثلا عيان عامل ده عيان وده عيان، لو بصينا هنلاقي في امبليس رايت نيزل بون فراكشر، الليفت نيزل بون كويس والسيبتم كويس. لو بصينا هنا هنلاقي في ليفت ورايت، بس الرايت ديسبليس، لكن الليفت كويس وفي هيماتوم في النيزل سيبتم ماشي. برده النيزل بونس حاجه مهمه، انت يعني مش متخيل لو واحد جاله فراكشر نوز ولسه ما اتجوزش، لو ما صلحوش هيعمل له ديفورم، محدش هيتجوز او بالعكس، فلازم يتصلح، يعني مع انه حاجه صغيره بس مهم، لانه ده حاجه بتدي الشكل، يعني هو اهم حاجه في الشكل الانسان مين؟ الوجه، حاجات الوجه دي مهمه في الفراكشر جدا، لازم تهتم بيها وتهتم بعلاجها، لانه العيان لو جالك وما عالجتوش هتعمل له ايه؟
هتعمل له ديفورمتي. ماشي؟ ادي مثلا عيان ايه الفراكشر هنا؟ الزيجوماتيك بون. شايف الزيجوماتيك بون فيها كذا فراكشر، ادي واحد واثنين. ماشي؟ العين ده يجي له تريزمس ما يقدرش يقول، لان التمبوراليس ماسل تحت الزيجوماتيك بون، فلما يجي يمضغ ما يقدرش يفتح ويقفل بقه الناحيه اللي فيها الفراكشر، لازم نصلحه له، لانه عارف انت الزيجوماتيك ارش ده هو اللي عامل الدايره بتاعت الوجه، لو اتكسر تلاقي الوجه زي اتطبق، زي العلبه لما تيجي تطبقها من ناحيه وتبص لها شكلها ما يبقاش حلو، هي نفس القصه. لازم الزيجوماتيك ارش ده مهم جدا عند بتوع التجميل، اي فراكشر فيه لازم يدخل يصلحه ويرجعه زي التاني بالظبط. ماشي؟ ادي برضو عيان عنده فراكشر في الابر جو، واخد السنان اللي ايه الانسايزور تيس في الامام. ماشي؟ ادي برضو عيان حاجه اسمها اوربيتال بلو اوت فراكشر. عارفين بلو اوت يعني الاوربت تفرقع؟ ماشي؟ هي بس البلو اوت فراكشر بتاع الاوربت احنا بنخاف من حاجه. حاجه اسمها انترابمنت في الانفيريو ريكتس ماسل. الانفيريو ريكتس ماسل لو نزلت تحت بيحصل عين يجي له دبل فيجن، يجي له ديبلوبيا ويجي له مشاكل كتير. فلو في اوربيتال فلور فراكشر نشوف معاه بتاع ده انفيريور ريكتس هيرنيشن ولا لا. لو في لازم الجراح التجميل يدخل بتاع ريكونستراكشن سيرجي او بتاع جراح الفيس يدخل يعمله ريكونستراكشن ويرجع البول مكانه عشان ما يحصلش ايه، ما يحصلش مشاكل في الاوربت، ممكن بعد كده اي حاجه تسقط تاني غير المصر. ماشي؟ ادي برضو العيانين، العيان مثلا عنده تروما جامده وقالوا انفيريور اوربيتال فلور فراكشر اوربيتال بلو اوت يعني، لكن جاله بعد كده النيزولاكريمال داكت احنا عارفينها ماشيه هنا، بتاخد التير من هنا وتنزله في النوز، اتقفلت بعد فتره يجي له ايه داكروسيستايتس. اوكي؟ ادي برضو عيان جاله فراكشر في الروف بتاع الاوربت ودخل على البرين، برضو لازم تعرفه ونشوف مع حاجه لا يدخل الجراح يصلحه كويس. المانديبول، احنا المانديبول فيه كذا حاجه، للريمس والبودي والسيمسمنتاي والكوندايل والكوندايلويد، كل واحد مديه لك لون. لو جالك في اي فراكشر، يعني لو جه فراكشر هنا يبقى ده اسمه ايه؟ سيمفيسيس بنتاي فراكشر. لو جالك جنبه ايزومبارا سيمفيسمنتاي. لو اللون الاخضر يبقى البودي، لو اللون الازرق ده الفاتح يبقى الانجل، لو اللون اللي بعده يبقى ايه ده؟ الريمس اوف ذا ماندبل. لو اللون الاصفر يبقى ده الكورونويد بروسيس، لو اللون البيربل ده يبقى ايه؟ الكوندايل سب كوندايلر، ولو الازرق يبقى الكوندايل. اي فراكشر لازم تقول في انهي مكان، ماشي؟ لانه الفراكشر مانديبول دي علاجها على طول لازم يدخل يعمل له فيكسيشن، يعني ما فيهاش هزار. لو مفيش فراكشر مانديبول هتقول له يجبسي ويقعد او العين يخف لوحده، لا، لازم الجراح بتاع الفيس يدخل ويعمل له فيكسيشن عشان يخف الفراكشر. ده اللي فلات بون، فلازم تعمل له ريكونستراكشن عشان كذا حاجه، عشان فانكشن وعشان الديفورميتي وعشان كل حاجه. ماشي؟ ادي برضو ده فراكشر موجود فين؟ باراسيمفيس. ايوه في السي تي باين كويس، وده برضو يعني فراكشر في الاذر سايد. ماشي؟ ادي ده فراكشر ده موجود فين؟ ها؟ فين؟ في الانجل بتاع المندبل، يعني اخر الريمس، في اخر الريمس. ماشي؟ فده بعد ده الفراكشر الموجود ده بقى ده هنا باين في الثري دي ريكونستراكشن ايمج. برضه ده فراكشر في الابر جو في الالفيولار سيست عند الدرس الانسايزور تيس، فالدنتال فالدرس اللي معاه بيفقد نتيجه الفراكشر. ماشي؟ برضه بعد فيشه روم ممكن العين يجيله سي سيف رينوريا، لان الكليب ريفورم بليت لو اتكسرت بينزل السي سيف بليت ينزل على ايه؟ على النوز. يعني مثلا ده العين عنده فيه فراكشر في الكليب ريفورم بليت وجاله سي اس اف راينوريا ككومبليكيشن، وعنده الاوربيتال فلور اوربيتال روف فراكشر برضه. ماشي؟ العيانين برضه بيجي لهم فراكشر في الساينس، ممكن النيزولاكريمال داكت لو تسدد ممكن تعمل ميوكوسيل، تعمل اي حاجه فين؟ في الفراكشر. وبرضه معاها اوربيتال بلو اوت فراكشر وفيها هيرنيشن للفات، بس مش في ريكتس ماسل كويس. برضو تيلان كانساس اوبتيك نيرف انجري، ممكن العيان اللي بيبقى عارفين احنا الكانساس دي في البتاع ده اسمها ميديال كانساس واللاترال كانساس، والميديال كانساس ميديال كانساس، لما يحصل فراكشر جامد يبعدوا عن بعض، تيلان كانساس يعني بعدوا عن بعض. ماشي؟ فلما بعدوا عن بعض ودخل الاسمويد ساينس جوه الاوربت، مين اللي اتضغط هنا؟ الاوبتيك نيرف. فشايف الهيماتوما مع الفراكشر مع الهيموساينس ضغط وعمل ايه؟ اسمها تيلان كانساس، يعني ميديال كانساس وسعت قوي عن الميديال كانساس اللي قبلها،
وبعد كده البون والهيماتوما دخلوا ضغطوا على مين؟ على الاوبتيك نير. فلازم العين ده يدخل يتصلح لانه هيجيله اوبتيك اتروفي لو انت سبته. ماشي. برضو ادي فراكشر في اللاترال ماكسيلاري ساينس وجاله هيماتوما والهيماتوما ضغطت على الاوبتيك نير، لازم برضو يدخل يتصلح، ومعنده بروبتوزس في الرايت اي وهنا على الليفت سايد، ده حاله وده حاله. ماشي. فلازم برضو تدخل يتصلح برضو في نفس الكلام ده. السوبيري اوربيتال فيشر لو حصل فيها فراكشر، احنا عارفين الاوكيلوموتور والابديوس كلهم معديين في السوبيري اوربيتال فيشر، فيجي له اوكيلوموتور بولسي للثلاثه نيرف معديين في السوبيري اوربيتال فيشر. برضو الماكزيلاري باتريس لو عيان جاله في الماكزيلاري نيرف بيعدي هنا، لو جه فيه فراكشر ممكن يعمل له ايه؟ باراليسيس في الماكزيلاري نيرف. طيب هنيجي للتمبرال. التمبرال بون فراكشر ليها شكل غير السكال فراكشر. احنا عارفين السكال قلنا زي الاكس، ماشي؟ لو انت جايب مثلا او زي مثلا ايدي او زي السكال، لو جه الفراكشر كده يبقى ماشي مع الكرون سوشيال بنسميه كرونال فراكشر، لو ماشي مع الاكزيال اكسس الاكزيال ايه السكال بيزكس اسمه لينير او ايه او ترانزفيرس بتاعه، لو جه مع السيتال سوشيال بنسميه ايه؟ سيتال فراكشر. طيب التمبرال بون بتبقى هرم نايم على البتاع الهرم، بس عك يعني الفراكشر اللونجيتيودنال في التمبرال بون يبقى ترانسفيرس في السكال والعكس صحيح. مفهومه؟ يعني ادي السكال اهي، ماشي؟ وانا جبت مثلث حطيته عليها، البيز بتاعته تحت والابس فوق، ماشي؟ بالنسبه للخشبه دي، ده انهي لاين فيهم؟ ده ترانزيت، ده انهي؟ لونجيتيودن. لكن الهرم عكسه، يبقى الهرم نايم، الهرم معكوس، البيز بتاعه تحت والابكس فوق، يبقى الترانزفيرس بتاع الهرم يبقى ده اللونجيتيودن بتاع السكال والعكس صحيح. ماشي؟ مفهومه؟ فدايما الفراكشر بتاع التمبرال بون بيبقى عكس السكال، لان هي نايمه عكس معكوسه على السكال. اللونجيتيودن اكسس بتاعها هو ترانزفيرس اكسس بتاع السكال، ماشي؟ فالفراكشر ممكن يبقى لونجيتيودنال او ترانسفيرس او ميكسد، ماشي؟ وهنشوف ادي عين مثلا عنده عمل حادثه وفي دم بيجي من ودنه، لو بصينا هنلاقي في ايه؟ لونجيتيودنال فراكشر ماشي مع الهرم بتاع مع الهرم بتاع التمبرال بون. ودي هنا بدا ده ترانسفيرس فراكشر برضه في حاله ثانيه، عين واخد تروما. ده برضه في لونجيتيودنال وترانسفيرس الاثنين، ماشي؟ الاخطر ترانسفيرس، ده ترانسفيرس بياخد الانر اير والعين بيجي له سنسوري نيورال هيلينج لوس، ماشي؟ ادي برضه ترانسفيرس فراكشر واخد الاتيك وداخل على الميدل اير برضه ايه؟ وده داخل على الانر اير. وده نفس الكلام برضه لونجيتيودنال فراكشر واخد الاكسترنال اير، ماشي؟ ده برضه ترانسفيرس فراكشر وعامل انكوديو ماليال ديسلوكيشن. يعني المفروض الهيد اوف ميليس مع البودي اوف انكس يحصل لهم ارتكوليشن، الفراكشر فصل الهيد ميليس عن البودي اوف انكس، ده النورمال ارتكوليشن، لكن هنا شايف الارتكوليشن مفصول عن بعض نتيجه التروما، ماشي؟ برضه ده ترانسفيرس فراكشر وهو داخل الانر اير، العين دول بيجي لهم سنسوري نيورال هيرنج لوس، برضه نفس الكلام ده نورمال. ادي فراكشر واخد البوستيريو سيم سيركل كانال، شايف البوستيريو لمب بتاعتها، برضه الفراكشر انفولفد بوستيريو لمب بتاع السيمي سيركولار كانال. بس السكال التمبرال بون فراكشر عشان نشوفه لازم ناخد مقاطع صغيره 2 مللي ثيكنس 2 مللي سبيس عشان نشوفها، لان هي التمبرال بون لو خدتها برين هتلاقيها في مقطع وثاني مقطع ثالث مقطع ما تشوفهاش، يعني شوفها في مقطع او مقطعين بالكثير، ماشي؟ السيرفايكال طبعا احنا خدناها في السباين، بس هناخد سريعا في البتاع، احنا عارفين اي بي ولاترال وده اوبن ماوس، وده اللاين احنا فاكرين اللاين ده انتيريور لونجيتيودنال بوستيريور لونجيتيودنال ليجمنت والحاجات دي والسباينس لاين، ده كل اللاينات ده احنا خدناها قبل كده. وده السباينس بروسيس في الاي بي، وده السباينال كانال، وده الانترفيرتيبرال ديسك، احنا عارفين اناتومي ده كله مش هنقعد نعيد بتاعه. ده الدنس بتاع سي 2، وده اللاترال ماس بتاع سي 1 واللاترال ماس بتاع 1 والارتكوليشن بتاعهم، المفروض المسافه دي تبقى قد المسافه دي. زمان كنا بنعرف ازاي في فراكشر في السي 1 او في اللاترال ماس لو شفنا المسافه دي اوسع من دي، لو لقينا المسافه اوسع بنقول في فراكشر قبل ما يطلع السي والام ار اي، بس لما طلع السي والام ار اي الدنيا خلاص ما بقاش حد يشوف. كل انواع الفراكشر بتاعت السلاين كلها قريبه من بعض، يعني نفس اللمبر زي السيرفايكال زي البتاع،
بس السيرفايكال بتميز عشان في سي 1 وسي 2 ليهم كرايتيريا، ليهم فراكشرات معينه، حاجه اسمها جيفرسون فراكشر ودونتويد بيج، لكن بقيتها كلها تير دروب والكمبريشن، كل الاسماء دي هناخدها في ايه في الـ في الـ في الصوره عشان ما نضيعش وقتكم. ادي هنا مثلا عيان، لو احنا بصينا هنا هنلاقي المسافه بين الاودونتويد بيج والسي 1 فيرتبرا هتلاقيها وسعت، ماشي واسعه، ده جيفرسون فراكشر. احنا عارفين سي 1 ده عامله زي الحلقه، فلما يجي اي لودنج تروم عليها عيان ينط في البسين مثلا، الميه تبقى بتاع يخبط في القاع بتاع البسين، مين اللي بياخد التروما؟ السكال مع السي 1، فيحصل فراكشر في الحلقه، الحلقه تبقى ضعيفه جدا، يحصل فيها فراكشر انتيريور سيريو اسمه جيفرسون فراكشر. الراجل اللي وصف اسمه جيفرسون، ففي فراكشر في الارش انتيريور او بالسيريو، غالبا بيحصل الاثنين، ممكن يحصل انتيريور بس او ممكن يحصل انتيريور بالسيريو. فاحنا لو بصينا في البلينكس ري هنلاقي اللاترال ماس بتاع السي 1 خرجت لبره، فالمسافه دي وسعت، ماشي؟ فده بيقول لك زمان كان يعني قبل ما يطلع السي 1 يقول لك لو شفت المسافه واللاترال ماس المفروض الالاينمنت يبقى الاوتر بوردر مع الاوتر بوردر، ده لك شايف ده خرج بره وده خرج بره والمسافه دي وسعت، يبقى ده وعملنا له طلع جيفرسون فراكشر في سي 1 فيرتيبرا. الدوندونت بيك بتكسر في ثلاث حتت، بتكسر في التب بتاعتها اسمها تايب 1، او تكسر في البيز اسمه تايب 2. هذه البيز مكسوره في تايب 2، كنا زمان نشوفها في الاوبن باوس بس دلوقتي بعد بطلها السي تي، او تايب 3 تكسر في البيز بس اكستندنج للسي 2 فيرتيبرال بودي، ماشي اسمها تايب 1 وتايب 2 وتايب 3، ماشي. لكن بعد ما طلع السي تي ما بقيناش نشوف الحاجات دي، ما حدش الهانج مان جماعه اللي بيتعدموا، انت عارف اللي بيعدموه بيحطوه في بتاع كده يعلقوه، وبعد كده بيفتح اسمه ايه بيفتح من تحت حاجه يبقى قاعد عليها صندوق او حاجه كده بيفتحه. انا بقول لك لو ما فتحش ده والراجل لما يفتحه ما فتحش عين ياخد براءه، بس عمرها ما حصل، هو كل ما بتفتح فعين بيبقى كله تقله على مين؟ على سي 1 2، فيحصل بارز فراكشر في سي 2 ويحصل ديسبليسمنت، الفيرتيبرا تيجي قدام في بتاع اللي ورا يقطع الابر كورد اللي فيه الريسبيراتو سنتر في العين يموت، اسمه هانج مان يعني بتاع الاعدام ده بيسموه بالاسم. في حاجه اسمها فليكشن تير دروب فراكشر، انت عارف لما تبقى راكب العربيه يقول لك اربط الحذاء، ليه؟ ممكن انت تبقى قاعد جنب السواق وتنام، السواق ياخد ايه؟ مطب. لو انت راسك راحت لقدام وانت مش رابط الحزام يحصل لك ايه؟ الانتيروجيتور ليجمنت يشد جزء، لانه ده ليجمنت جامد جدا، يشد الجزء الامامي من الفرتبرا، يحصل تير دروب عامله زي التير بالظبط وهو نازل، فيجي لك فراكشر فين؟ ادي مثالها، شايفين تير دروب فراكشر؟ لما ده تتقطع البوسير بارت يرجع ورا يضرب الكورد يعمل كورد ايه؟ كورد كونتيوجن اسمه فليكشن تير دروب. طب افرض انت نايم وخد مطب وانت رجعت لورا يجي لك برضو العكس، ده فليكشن يجي لك اكستنشن تير دروب، هنشوفه برضو، ماشي؟ فده من الحاجات الخطيره تير دروب، عشان كده يقول لك انت وانت راكب العربيه المفروض تربط الحزام، لانه لو وقف مره واحده وانت نايم الحزام هيمنعك تخبط في التابلو بتاع العربيه، ماشي؟ ادي برضو فليكشن تير دروب فراكشر، حته اتفصلت من البون بقيه الفرتبرا رجعت ورا بتعمل ايه؟ كورد كونديوجن وكورد ايه؟ كومبريشن. برضو بايلاترال فاسيت، يعني انا شفت عندي حالات كتير بقى فاسيت ديسلوكيشن، احنا عارفين الفاسيت جوينت سبيلو ارتيكولر بتبقى معموله مع الانفيرو ارتيكولر، ماشي؟ سبيلو بتبقى ورا والانفيرو بتبقى قدام، تمام؟ لما تبقى تروما جامده جدا بتخلع الفاسيت من مكانه، شايف؟ يتخلع يبقى اللي قدام ورا واللي ورا قدام، فبتبقى يحصل لها ديسلوكيشن. طبعا الكورد بتقطع يعني دي ضرب بيجي او كورد بيجي على حسب دي، بس هي الفاسيت اسمها ريش الفاسيت او سب لاكسيشن، يعني الفاسيت بتتخلع. شايفين دي كده معموله ازاي؟ ده مين؟ ده سبيل الارتيكل بيبقى وسيلو، وفي الارتيكل بيبقى قدام، فلما يجي تتخلع تتعكس، بص العظمه اتخلعت كلها من مكانها طلعت لقدام، فسبيل الارتيكل فاسيت بقت قدام والفيلو بقت ورا، ماشي؟ فبيحصل الكورد يتقطع خالص، يعني العينين بيجي لهم المنظر ده بيبقى الكومبليت ترانسكشن في الكورد اسمها ايه؟ بايلاترال فاسيت ديسلوكيشن، اوكي؟ ادي برضو بايلاترال فاسيت ديسلوكيشن والفيرتبرا جت قدام. هنا لو بصيت اهو شايف ده مين ده فيهم ده؟ ده سوبيريو وده الانفيريو اتعكسوا، يعني المفروض السوبيريو يبقى ورا والانفيريو يبقى قدام. هنا الانفيريو بقى ايه؟ ده اوسيريو والسوبيريو بقى انتيريور، ماشي؟ فاتعكس اتخلع من مكانه، ماشي؟ فشايف الفرتبرا لما كانك لما حتى في المقاطع الاكزيال لو انت واخد زيرو انجل تحس كانه في اتنين فرتبرا في نفس النقطه، ماشي؟
لما تبقى التروما جامده جدا ماشي. ادي برضو عيان شايف التروما عامله الديسبليسمنت، شايف الكورد ايه كله، ايه كله ما حصل فيه ترانسكشن في الكورد او كومبليت ترانسكشن في الكورد. ممكن يبقى ناحيه واحده اليوني، لا ممكن يبقى يوني لاترال فاسيت ديسلوكيشن، ممكن يبقى ناحيه واحده بس سرير، لكن الموست كومن بيبقى بايلاترال. لو انت بصيت في البوستيريو انتر سباينس ديستنس بتزيد في اليوني لاترال فاسيت ديسلوكيشن. لا صعب، صعب طبعا، لا صعب. السي تي لازم تشوف السي تي احسن، السي تي بيوريك الفاسيت بتشوفيه بنفسك، شوف المعكوس برضه بيوريك شكل، بيقول لك عامله زي ايه ساندوتش الهامبرجر لما تتعكس، السوبيريو تيجي قدام والانفيريو تيجي ورا ماشي. ده برضه بايلاترال فاسيت جوينت سبلكسيشن. في كلي شوفلر فراكشر، يعني على الراجل بتاع الملاكمه ده كلي كان يضرب الواحد يجي له سباينس بروس فراكشر، سباينس فراكشر في سباينس بروسيس بس، لكن ما تلاقيش معاه اي اثر ابنورماليتي ومالوش سيجنيفيكانس قوي، لكن عيني يجي له بين، لكن غالبا بقيه الكورت كويس ما فيهوش حاجه. ايه بتوع الطين؟ اه في استراليا كان الجماعه كان يشيلوا المناجم بتاع الفريق، يقعدوا يشيلوا التوريكات لما تيجي مطر يشيلوه من الارض جامد جدا، فيبقى هو بياخد جامد ستريس على السيلوس فيروس بس يحصل فيه مالتيبل فراكشر، اسمه كلي فراكشر. الويدج فراكشر برضه زي الويدج ده، زيه زي زي اللمبر هنقوله، بس هو الفكرة الفراكشرات الفرتبرا لو بتاخد انتيريو بوستيريو كومبارتمنت، لو انتيريو كومبارتمنت بس مش مشكله، لكن انتيريو بوستيريو كومبارتمنت بيبقى العينه غالبا عنده كورد ايه كورد كونتيوجن او بتاع ده. يعني بص الفراكشر ده واخد انتيريو بوستيريو مع انه ويدج هنا، لكن شوف حتى بص مكسوره، فتلاقي في حته من الفرتبرا راجعه ورا ومعوره الكورد ماشي. هو البريست فراكشر، بريست يعني انفجار ينفجر. الثوراسيك واللمبر ناخدهم برضو بنفس الكلام، بس احنا الثوراسيك واللمبر بنقسم الفرتبرا تاتا كومبارتمنت، انتيريور ميدل وبوستيريور كومبارتمنت ماشي. اهم حاجه عندنا الانتيريور والميدل كومبارتمنت، لو فيهم كسر هنقول ازاي هنعرفهم من بعض ماشي. طيب ادي هنا فراكشر واخد الانتيريور وميدل، لكن هنا واخد انتيريور وميدل وبوستيريور كومبارتمنت، هناخدهم بس تفصيليا ايه في الصور احسن ماشي. لو احنا بصينا العيان ده عامل بلين اكس راي وعامل سي تي ريكونستراكشن امجي، لو لقينا فيه بارشال ويدجد فيرتبرا لكن مينلي انتيريور كومبارتمنت، لكن بوستيريور كومبارتمنت انتكت ماشي، محتاج عمليه ده ولا حاجه؟ مش محتاج، جاست كونفيرفت. المشكله بوستيريور كومبارتمنت لو اتكسر الفيرتبرا بترجع لورا، تعور الكورد لو في الدورسال او تعور الكورس لو هي في اللمبر ماشي. ادي برده نفس الكلام، ادي عيان في بارشال ويدجد فيرتبرا مينلي انتيريور، ممكن تبقى ده اولد او ايا كان لمبس، حاجه اسمها لمبس فراكشر، او العين واخد تروما جديده تبقى بارشال ويدجد انتيريور كومبارتمنت، مالهاش اي سيجنيفيكانس جاست كونزرفاتيف بس. البريست فراكشر دايما بياخد الثلاثه كومبارتمنت انتيريور ميدل وبوستيريور. ادي عيان بس عنده بريست فراكشر والفيرتبرا انفجرت ورجع البوستيريور كومبارتمنت رجع ورا، فلو هي في اللمبر يجي له باليجيا، لو هي في السيرفايكال يجي له ايه كوادربليجيا. ادي بص في السيت ريفورمات ايميجز هتلاقي الفيرتبرا كل الانتيريور والميدل كومبارتمنت اتكسروا، وفي ريترو بالس بون فراجمنت فراجع لورا ماشي. فدي بتعمل ايه كومبريشن على سنة اي مكان حسب مكانها كورد او كونس ميدلايز. برضو ادي بيرست فراكشر تلاقي فيه الفراكشر واخد انتيريور وميدل كومبارتمنت وفي ريترو بالس بون فراجمنت وعامله ايه كومبريشن. احنا قلنا لو جالك عيان تروما تعمله سي تي ولا ام ار اي؟ قلنا الموضوع ده سيدي ليه؟ عشان البو. مين وافق على الكلام ده؟ بص انا هقول لك بس عشان الموضوع ده ضايلنا، ممكن حد يكلمك، كل حاجه عندك. السرفايكل والدورسال اعملوا ام ار اي، اللمبر اعملوا سي تي، هو صح تعملوا الاثنين. طب افرض ده ساعه مش قادر يدفع، لان انا عندي الكورد اهم من حاجه، لو عندي سرفايكل او دورسال مين المهم عندي انا؟ الكورد. فهو المفروض نعمله الاثنين، بس احنا عشان في بلد فقيره بنختار حاجه واحده ماشي؟ فالحاجه الواحده هي ايه؟ يستحسن لو سيرفايكال او دورسال تروما انا عندي اهم حاجه الكورد، فلازم اعمله ام ار اي. لكن لو لمبر اعمله سي تي. لو عندي فرصه والعيان يقدر يعمل الاثنين اعمله الاثنين احسن ماشي؟ لكن انت لو خيروك كل عين عنده سيرفايكال تروما
اعمل له سي ولا ام ار اي هيجيلك في التليفون. انت تقول له لا اعمل له ام ار اي احسن. لو قال لك ليه قول له انا بدور على الانجري في الكور، مش فارق معايا الانجري بتاع البون قوي، اهم حاجه الكور عندي ماشي. لكن لو اللمبر هيبقى دايما اللمبر ما فيهوش كور، يعني الكوره سفنجه عند الابر بتاع ال2 او اللور اند بتاع ال1، فما فيش فيه كورد في الحته دي، فدايما الفراكشر بيبقى في ال2 ال3 ما بيبقاش فيه كورد انجري. لكن لو خير ليك الامر اعمل الاثنين، لكن عشان تختار في اللمبر اختار السي تي، وفي السيرفايكال والدورسال اختار مين؟ الام ار اي ماشي. برضه نفس الكلام يعني انواع الفراكشر مش مهم، روتيشن عيان كان مش عارف كان قاعد واتقلب لقدام مش فارقه معانا احنا، المهم احنا عندنا الفراكشر واخد فين، وفي ريترو بالشر ما فيهوش، وفي كورد مخبوط ولا مش مخبوط ماشي. يعني هي دي اللي تفرق معانا، ادي فراكشر وفي انتيريور ديسبيسمنت غالبا معاه بايلاترال فاسيت لوك ديفاسيت ديسلوكيشن. وادي نفس الكلام فراكشر مع ديسبيسمنت يبقى في لوك ديفاسيت، يعني فاسيت اتخلعت مكانها وجت قدام ماشي. دايما العينين دول في السيرفايكال والدورسال بيبقى معاها ترانسكشن في ايه؟ في الكورت ماشي؟ ادي برضه فراكشر وفي لارج ريترو بالس بون فراجمنت. فالجراح لما يجي يساب يدخل بيدخل يثبت الفرتبرا اللي فوق مع اللي تحت واللي فيها الفراكشر، لو عرف يشيل الديسبليس فراجمنت يبقى كويس، وبالذات اتلحف اول 6 ساعات. يعني ممكن عامل فراكشر، انتوا فاكرين شيريهان؟ مش عارف تعرفوا انتوا شيريهان لما وقعت في تروما سافرت فرنسا في خلال كان 3 4 ساعات او 6 ساعات، كانت عاملها عمليه في السيشن بتاعه وبقت كويسه خالص، ورجعت تاني تشتغل وبقت حياتها لانها اتلحت قبل ايه؟ المفروض اي نيورال تيشو قبل 6 ساعات، هو كان فراكشر في ال1 عندها تقريبا. فسفروها فرنسا وعملت عمليه فيكسيشن وبقت كويسه. فالعيان لو اتلحق وعملت له فيكسيشن واديت له باتس فراجمنت دي اتشالت، يبقى خلاص الامور ما فيهاش مشكله، ما فيش اي ضغط على السيكال ساك او على الكورد على حسب مكان الفراكشر. بص انواع الديستراكشن ومش عارف ايه مش مهم، يعني ديستراكشن العيان كان كده وعمل لقدام وحصل السيريوس باينس ليجمنت اتقطعت والفرتبرا اتكسرت، يعني مش مهم، مش هتفرق معانا تشانس ولا ديستراكشن، مش فارقه معاك انت، المهم انت الفراكشر تقول ده ويدجد واخد انتيريو ولا بالسيريو انتيريو، في ريترو بالس فراجمنت ولا لا، وفي كورد كومبليشن اللي هو في كورد او في كونس او في سيكال ساك على حسب ماشي. بناء عليه الجراح بيدخل يعمل فيكسيشن وما فيش. لو انتيريور ما يعملش خالص، لو انتيريور كومبارتمنت في الفرتبرا مكسوره والبسيور كومبارتمنت انتك ما لهوش اي دخل، مش اي قيمه العمليه. سيبك من الحاجات اللي بيعملوها دي الكوميرشال. لكن احنا الانتيريور والبسيور وفي ريترو بالس لازم نعمل له ايه؟ فيكسيشن، اوكي؟ ادي برضو هنا فراكشر. لكن البسيور كومبارتمنت هنا بريزيرف. يعني هنا مور اور ليس بريزيرفد فممكن ما يعملوش عمليه. هنا ادي بوستيريور، ده الفراكشر واخد انتيريور بوستيريور اسبكت بتاع الفرتبرا بيرست فراكشر، في ريترو بالس بون فراجمنت ماشي. لو بصينا في الام ار اي شايف المنظر ازاي؟ ضغط على ايه؟ على الكونس او الديستال كور، فده لازم تدخل تعمل فيكسيشن وتشيل الايه؟ البوستيريور ريترو بالس بون فراجمنت، اوكي؟ طب ده شوف بعد ما عمل له عمليه وقبل العمليه. طب العمليه مش في مصر عشان تسال احسن تفتكر ان العمليه دي في مصر، بره مصر عمليه ماشي. فبص شايف المنظر، شايف الفرتبرا اتكسرت البتاع راح قدام ازاي واللور لمبر راحت ورا ازاي، بعد كده عمل له فيكسيشن على طول. فالفراكشر في ماركت ريترو بالشر للفرتبرا، فدخل عمل له فيكسيشن والامور بقت ايه؟ كويسه ماشي. برضو ادي العيان ده في فراكشر في الانتيريور بوستيريور كومبارتمنت، وفي ريترو بالسد، وفي برضو ايه البوستيريور اليمنت بتاع الفرتبرا فيها فراكشر، فلازم يدخل يعمل فيكسيشن ايرجنت فيكسيشن. ده بالنسبه للسباين. يعني السباين انت يهمك بس حاجتين، الفراكشر ده واخد الانتيريور وبوستيريور كومبارتمنت ولا واخد، لو انتيريور كومبارتمنت خلاص مش مهم، لو انتيريور بوستيريور كومبارتمنت لازم يعمل فيكسيشن سواء مع ريترو بالسد او معهوش، لان انت لو سبته هيجي له ريترو بالسد ماشي. ولو قلنا لو حد سالك تعمل ام ار اي ولا سي تي، مستحسن نعمل ايه؟ الاثنين. طب لو مفيش فاسيلتي نعمل ايه؟ سيرفيكال والدورسال نعمل لهم ام ار اي واللمبر نعمل له ايه؟ سي تي ماشي؟ اوكي؟ ما هو تيو دروب، تيو دروب ممكن يجي في الفليكشن والاكستنشن الاثنين، تيو دروب ماشي؟ او تشانس يعني مش مهم، انا مش عايز اشكلك بالاسماء، بس هو التيو دروب ده لو انت لو الفرامل جات وانت عملت قدام يجي لك فيكشن تيو دروب، لو انت الفرامل ضربت ورجعت لورا يجي لك فيكشن، ده بيجي في السرفايكل لان السرفايكل موفر دوسر اللمبر ما يجيش فيه، دي حاجات ثابته، لكن هي لا هي ايه؟ متحركه.
فانت وانت راكب مع انت راكب مع جوزك او انت جوزك راكب معاكي يربط الحزام، ما فيهوش هزار يقول لك اصل انا بتخرم الحزام اصل الجو حر. لا، لو انت مسافر بالليل ونمت سعادتك وفي مطب جه مره واحده ممكن يجي لك تيجي تروب فراكشر لو انت خبطت في الطابلو، لو خبطت في الكرسي ورا يجي لك ايه؟ تنشن برضه تيجي دروب فراكشر، فده بيعمل انجري الكور. فليه؟ فهو الحاجات دي معموله لحمايه. حتى في الطيران كل ما تطلع الطياره يقول لك اربط الحزام ويلفوا عليه، تقول ايه الخنقه دي ما احنا الدنيا ماشيه، لكن لا افرض اللي حصل فيه مطب هوائي وانت مش واخد بالك فممكن يعمل لك مشكله، احسن تربط الحزام للامان. ماشي؟ الشانس فراكشر نفس القصه، ما هي اصل بصيله اليوم انا مش عايز اشغلك عشان المحاضره بس طويله نخلص، بس احنا مش هنقعد نشرح وشرح لك كل حاجه تفصيلها هنطول شويه. شانس فراكشر البصيله اللي كانت بتتقطع فالفرتبره تطلع لقدام، ماشي؟ مش مهم الميكانيزمات، بس انت المهم انت كراديولوجي، اصل انت كراديولوجي لو جالك عين مخبوطه هتقول ما هو وقع ازاي؟ طب هو الفليكشن حصل ولا الاكستنشن؟ مش هتقعد تقول في كذا وكذا ماشي؟ يعني هو الحاجات دي كلها ميكانيزمات، يعني هو ميكانيزم ازاي لما حصل؟ يعني لو عين جاله تيلي دروب فراكشر هتقعد تقول له ده انت لما اتخبطت في التابلو اتخبطت في الكرسي ولا لا؟ هتقعد في تيلي دروب فراكشر ومع كود انجري وخلاص. ماشي؟ الشولدر فراكشر برضو من الحاجات المهمه، يعني ما حدش بيغلط فيها، مثلا ادي سيرجيكال نيك هيومرس فراكشر والفراكشر ده اكسندنج للهيد وكومنيوتد فراكشر، ادي برضو سيرجيكال نيك هيومرس فراكشر، ده فراكشر برضو واخد الايه تحت الهيد على طول. ماشي؟ معاه بس شولدر ديسلوكيشن ولا لا؟ يعني مثال الفراكشر ده معاه شولدر ديسلوكيشن ولا معهوش؟ معاه ادي الهيد ده ديسلوكيتد انتيريور يعني جنب الريب، يبقى ده انتيريور ديسلوكيشن. لو هي ورا هتشوف مش هتشوفها، تلاقيها جنب الريب في الاي بي، هو احسن حاجه الاكزيلري فيو، هو بتشوف ده ازاي ده قدام ولا ورا، لانه في عامله حرف الفي شيب، فلو جت قدام الفي تبقى انتيريور، لو جت ورا الفي تبقى بوستيريور، لكن لو في الاي بي ما انت شايفها ادي الهيد جنب الريب، لو هيد جنب الريب يبقى ده انتيريور ديسلوكيشن. هو الموست كومن انتيريور، يعني 90% في كل التروما بيبقى انتيريور ديسلوكيشن. انتيريور ديسلوكيشن ده صعب برضه، مش هتقدر تسال العين انت اتخبطت ازاي، ما دي مشكله. الانتيريور ديسلوكيشن انت لو تاخد هيستوري تعرف العين جاله انتيريور سيريو حتى من غير ما تبص في الاشعه، بس انت مش عيان ما بقاش مركز، عيان بيبقى بتاع يقول لك الخبطه جات لك من ورا من قدام، يقول لك لو واحد بيها خبطني من قدام الورق رجع الهيد ورا، فانت هتعرفها. لكن هي في الاكس راي بتعرف الاكزيلري فيو، في الاي بي ممكن تشوف الهيد جنب الريبس لانه الريبس انتيريور. ماشي؟ فاي هيد جنب الريبس يبقى ده ايه؟ انتيريور ديسلوكيشن. مكسوره ونزلت لتحت الهيد حصل فيها ديسلوكيشن. ماشي؟ ادي برضو الـ في حاجه اسمها بانكارت ليجن، فاكرين الديسلوكيشن؟ عالم بيجي له ديسلوكيشن الليبرم بيتقطع فالهيد تطلع وبعد كده يرجعها تاني، وهي راجعه بتخبط تاني في الليبرم، في فبيجي له حاجه اسمها بانكارت ليجن، بوري بانكارت، يعني بيجي له فراكشر في الـ في الـ في السوبيريور لاتر اسبكت اوف ذا هيومرس هيد. ماشي؟ خدناها في الام ار شولدر في الديسلوكيشن ريكارنت ديسلوكيشن، العيان ادي اتخلعت، بص دي ديسلوكيتد هيد، شايفينها؟ ده الديسلوكيشن ده انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور. ليه؟ عشان الهيد قريبه من الريب، عشان بس انا اعرفها لك للبس. وادي الجلونويد كافيتي، بعد كده العين رجعوه رجع، وهو راجع الجلونويد خبط في مين؟ في السوبيريور لاترال اسبكت اوف ذا هيومرس هيد، فجاله بانكارت ليجن. الراجل اللي وصفه اسمه مين؟ بانكارت، فسموه باسمه. ماشي؟ والراجل اللي وصف الهيل ساك، هيل ساك يعني عارفين ايه هيل ساك ليجن؟ يعني الليبرا لما يتقطع من قدام اسمه هيل ساك، الراجل وصفه، والراجل اللي وصف الكاس ده اسمه بانكر، بس كل واحد يسمى على اسمه. ماشي؟ ادي برضو عين عنده بانكر ام ار اي حلو جدا احسن طبعا الاكس راي، ادي في بانكر ليجن اهو، عين عنده شولدر ديسلوكيشن ريكارنت، فانت بتبص فيه اي عيان جاله ديسلوكيشن لازم يكون عنده هيل ساك، لكن ممكن يكون عنده بانكر وممكن ما يكونش، حظه كويس رجع بالراحه ورجع بسهوله ما اتخبطش في الجلوين ما جالوش، بس لكن غالبا 80% في حد بيجيله البنك، واخد بالك؟ لانه مساله الرجوع دي مش زي متخيلها انت سهله. ماشي؟ انت عارف يا عينين بيقول لك انا كتفي بيتخلي برجعه لوحدي بعد فتره، بيبقى خد اكسبيرينس، واخد بالك؟ فممكن هو راجع يتخبط في الجلوناي او ممكن ما يتخبطش، بس غالبيه الحالات بيجي لها بانكر تليجن. لكن في الشولدر ديسلوكيشن ممكن تشوف هيلساك بس من غير بانكر، لكن اي ديسلوكيشن لازم تشوف معاه هيلساك، نيفر ايفر ما يبقاش معاه هيلسا. ماشي؟
الا لو عيان عنده كونجنيتال كونجنيتال سمول سايز ليبرم ده حاجه ثانيه، بيقولوا ريكارد ديستوكيشن ده حاجه ثانيه. لكن اي 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 شولدر ديستوكيشن لازم تشوف معاه هيل ساك، لكن ممكن مع بانكرت او ممكن ما معهوش. مفهومه مش مفهومه؟ ادي برضو عيان جاله باي بالديسلوكيشن ده انتيريور ولا بوستيريور من الاي بي اهو، انتيريور ولا بوستيريور؟ انا شايف ريب هنا، شايف ادي الجرونود ليبرم، يبقى ده بوستيريور ديسلوكيشن لانه مش شايف، مش جنب السباين، هو الاكزيلر فيو هو الكلو، لكن انا شايف الهيد ديسلوكيتد من الجرونود ليبرم لكن نازله ورا، يبقى بوستيريور ديسلوكيشن. مع حاجه اسمها ريفيرس بانكارت، يعني عكس عكس الريفيرس، يعني ده يحصل السوبيريور لاترال، ده يحصل الميديو الانتروميديال بارت، يعني عكس الحته اللي بيحصل فيها البانكارت في النورم في الانتيريور ديسلوكيشن. ماشي؟ برضو ادي هي عندي جلونويد بتاع ده فراكشر اللي هو معلق عليه بالمصفى، عندي جيله ريكارد ديسلوكيشن لانه خلاص اتكسر بالعظم بتاعه. برضو السكابولا ممكن يجي في النك بتاعها فراكشر، بتشوف كويس في الاكس راي، لكن هو السي تي احسن بصراحه بكتير. السكابولا فراكشر مش مشكله، مش مهم الاسماء كتير عندنا، في يمكن انتر ارتيكولار او اكسترا ارتيكولار. انتر ارتيكولار يعني واصل للجلونويد ليبرم، ارتيكولار ارتيكولار يعني بره الجلونويد، مش مشكله الاسماء ما تفرقش معايا الاسماء. في كروكويد براكس وفي اكروميال فراكشر. ماشي؟ ادي عيان مثلا عنده اكس راي، لو بصينا في الاكس راي هنلاقي في حته من السكابولا دي ايه؟ مكسوره وخارجه لبره، اللي هي باينه في ال 3 دي سي تي. ماشي؟ طب ده انترا ولا اكسترا؟ وصل للجوينت، يبقى انترا. ماشي؟ خلي بالك اي فراكشر هناخد دلوقتي في فراكشرات، اي فراكشر انت كراجل راديولوجي لازم تقول الفراكشر ده انترا ارتيكولار ولا اكسترا ارتيكولار. تفرق في ايه؟ اي انترا ارتيكولار فراكشر لازم يعمل فيكسيشن. ليه؟ لان الفراكشر لما يكسر لي بيفسد الكش، لو انت سبتها وعملت له جيبس هيجي له الفورم، لازم يدخل يعمل له فيكسيشن عشان الجيبس تبقى بنفس واخده نفس الحجم. في اي فراكشر، في الريست، في الشولدر، في اي حته، في الني، في الهيد، اي انترا ارتيكولار فراكشر شولد بي ايه؟ انترنال فيكسيشن. لكن اكسترا ارتيكولار ممكن على حسب، ممكن يعملوا انترنال ما يعملوش على حسب، يعني بتفرق في حاجات كتير. لو قلنا ما بتطول في الفراك في بتاع او تيبيا بتطول عشان فاسكولات قليله يعمل لها فيكسيشن، لكن ممكن يعمل لها افضل عين رفض يجبس ويقعد ست شهور متجبس وحاجات كده. لكن اي انتر ارتيكولار فراكشر اكستندنج انتر ارتيكولار لازم تقول ايه؟ يتعمل انترنال فيكسيشن. برضو ادي عيان ده ده انتيريور ولا بوستيريور ديسلوكيشن في الشولدر، ادي الجرانويد ليبرا ما هي باينه، وادي الهيد طالعه منها، ده انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور. ليه؟ عشان قريب منين؟ من الريبس دايما. ماشي؟ هو الموست كومن انتيريور، يعني بوستيريور ده هتشوفه مثلا مره في حياتك، فانت لو جالك اي شولدر ديسلوكيشن بس برضه اتاكد انه انتيريور، ما تقولش انتيريور على طول من غير ما تتاكد. لكن لو بصينا في الليبرم هنا مكسور، ماشي؟ بص حضرتك الليبرم هنا مكسور، ماشي؟ وهبين هنا في الـ في 3 دي سي تي. طيب ادي عيان برضه جاله بتاع ده ديسلوكيشن وحصر في فراكشر اسمه ايه الفراكشر ده؟ هيل ساك. تمام. ممكن ادي فراكشر واخد النيك اوف ذا سكابولا واخد الكلافيك الاثنين مع بعض، ما مش مشكله. ادي فراكشر برضو واخد ايه؟ واخد النيك في ذا سكابولا كلها، ماشي؟ لكن مش اكستندد انتر ارتيكولار، ده مش اكستندد ارتيكولار، ممكن يتعالج الكونزرفاتيف. ماشي؟ الكلافيك برضو سهل برضو، هتقول فراكشر ده سيمبل ولا كومباوند، والميديال اند انتكت ولا مش انتكت، ماشي؟ واخد اللاترال اسبكت، واخد الميديال اسبكت، ايا كان، ماشي؟ الفراكشر ده اسمه ايه ده؟ كومنيوتد، كذا واحده متكسره، فلازم تعمل له انترنال فيكسيشن، لانه الشكل بتاع الشكل بتاعه هيتغير، لازم تدخل يعمل له فيكسيشن عشان يبقى يحافظ على ايه؟ على ما يحصلش ديفورمتي في الابر انتيريشست وول. ماشي؟ برضه ده ايه؟ كومنيوتد فراكشر، في كذا واحده ومتكسرين. ماشي؟ ممكن فراكشر يحصل في الميديال اند عند الاسترنال ارتكيوليشن، برضو ده هو من النوع ده برضو بيعملوا له انترنال فيكسيشن لانه بيخافوا على الارتكيوليشن بتاع ايه؟ سترنو كلافيكول ارتكيوليشن. احيانا يجي لك عند تروما تلاقي فيه سيباريشن، جاست سيباريشن بس، هتكتب ايه؟ ده في اكروميو كلافيكولار ديسلوكيشن، يعني الجوينت يبعد عن بعض. ماشي؟ والله انا مش حافظ يا دكتوره دعاء، بس انا يعني بعرفها بالشكل،
يعني هي اكيد ليها ديستانس، بس انا ما يعني ما قريتهوش، ما خدتش بالي منه، واخد بالك؟ بس هو بيبقى بالشكل، يعني بص على الناحيه الثانيه لو انت مش عارفاها، صوري حضرتك الناحيه العكسيه اللي ما فيهاش تروما، شوفي في ديسلوكيشن ولا ما فيش، ماشي؟ لكن انا ما قريتش ليها اسم معين ولا لا، ماشي؟ ادي برضو الكلافيك السي تي، فيها ميديال كلافيك فراكشر مرور في السي تي، حلو قوي. الهيومرس برضو نفس الكلام، الديسلوكيشن ادي ده هيومرس، في ديسلوكيشن، في سيرجيكال نيك هيومرس ومعاه ديسلوكيشن. ديسلوكيشن ده انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور لانه قريب من الريبس، تمام، ماشي؟ ممكن السيرجيكال نيك هيومرس ده برضو من الحاجات الغلسه في حاجات الفراكشر. برضو الشافت مش مشكله، الالبو ده مهم، الالبو بس مهم في الاطفال بالذات. احيانا يجي لك الطفل الصغير واقع على ايده يعمل له اكس راي ما تشوفش فيه الفراكشر، سوبرا كوندايل، ماشي؟ طب هتعمله ازاي؟ هتسبكت ازاي هيكون فيه سوبرا كوندايل؟ هنرسم خطوط، هنيجي في حاجه اسمها انتيريور هيومرس لاين، هنرسم خط يبقى ماشي مع الكورتكس بتاع مين؟ اللور هيومرس، ونمشيه. المفروض الخط ده يقطع الكابيتيل، الكابيتولم او الكابيتيلم لو انت بتتكلم امريكان، يقطع تلت او نصها، لو جه قدامها يبقى فيه سوبرا كوندايل فراكشر انت مش شايفه، ماشي؟ لكن لو قطعها ما يبقاش فيه، لان احيانا بيبقى سوبر كوندايل كتير نيجلكتد في الاطفال، وده كومن، ده الطفل بيلعب في مرجيحه ووقع على ايده، فانت ما شفتش السوبر كوندايل، لازم سعادتك ما تقولش انه فيه. في برضه هنا حاجه اسمها انتيرو فات وبيسيرو فات باد ساين، لو دول ضاعوا برضه سسبكتد ايه؟ سوبر كوندايل فراكشر، ماشي؟ طيب افرض عملت لقيت البيسيرو انتيرو فات ساين راح، ما عرفش ارسم الخط ده نتيجه مش عارف تعمل لاتر ريفيو للواد، مش قادر تعمل له ايه؟ تعمل له سي دي، برافو عليك، ماشي؟ ما تسيبش الطفل كده، يعني لو واحده جارتكم او بتاع وجات لك ابنها واقع على دراعه وعملت له سي دي مش شايف فيه فراكشن، حتى ايفن لو ما عرفش ترسم الخط الفني ما عملهاش دي بلاتر، فمش هتعرف ترسم الخط كويس، لكن لقيت الانتيرو فات باد ساين او البيسيرو فات باد ساين لوست، اطلب له ايه؟ سي تي ويز بي كونستراكشن ايمج، هيبقى حلو قوي، ماشي؟ لكن المفروض انت في الاكس راي لو رسمنا خط ده المفروض يقطع الكابيتولم تلتين وتلت او نص الكابيتولم، بس لو جه الكابيتولم جت وراه يبقى ده ديفينت في ايه؟ سوبرا كوندايلر فراكشن. هنشوف اهو ده عيان مثلا، لو جينا رسمنا الخط هنا شايف السهم ونزلنا بيه، نزلنا الكابيتولم جت ورا مين؟ ورا الخط، يبقى ده ديفينت في سوبرا كوندايلر فراكشن لو انت حتى حضرتك مش شايف، تمام؟ ادي برضو عيان اهو عنده سوبرا كوندايلر فراكشر، ادي رسمنا الخط، احنا مش شايفين الفراكشر في اللاتر فيو، شايفه انت؟ مش شايفه، لكن جات الكابيتولم ورا مين؟ وراه، هنا بس عمل له شويه فيو باينه الفراكشر هنا يا دوب باين في الـ في الـ في الفيو ده، ماشي؟ دكتور فات باد ساين مش بريزنت، لو موجود يبقى ده نورمال، اصل لما يرص تلاقي فيه هيم ارثروزس، حصل بلاد مكان الفات، المفروض حته ريم وفات تشوفها من قدام، لو لوست يبقى فيه هيم ارثروز، يبقى فيه شوك في سوبرا كوندايل، ترسم الخط، اصل مش لازم يبقى معاه فراكشر برضه، حتى لو لوست مش لازم، لكن لو رسمت الخط مع الاثنين لوست يبقى فيه فراكشر. الاستوري اصلا مش موجوده، لما يصير فراكشر بتظهر. اه لو البسيرو المفروض تشوف الانتيريور اللي تشوفها نورمال. البسيرو لما تبان اكتر يبقى الهيم ارثروزس هو اللي باين. ايوه ماشي. هي بس النقطة أنت حتى لو شكيت وما لقيتش اعمل سي تي، خلي بالك أصل افرض الطفل وحيد باباه وبتاعه وفراكشر وفي بين وكذا، حتى ايفي لو ما شفناش في الاكس راي وما عرفش ترسم خطوط اعمل سي تي، ماشي؟ أدي برضه في أحيانا فراكشر ديسلوكيشن ده كتير برضه في الأطفال الصغيرين، ماشي؟ برضه أدي فراكشر برضه في اللاتر في الكوندايل اللاترال كوندايل بتاعة الهيومرس، ماشي؟ ده برضه جايب لك كذا حاجة فراكشر في الكوندايل بتاع الهيومرس. احيانا يجي لك فراكشر في الكابيتيلم، ادي مثلا عيان عنده كابيتيلم او كابيتيلم فراكشر، ممكن يجي لك فراكشر في الميديال كوندايل، كل الحاجات دي موجوده في الاطفال كتير او اللاتر كوندايل ايا كان البتاع ده، المهم بس سوبرا كوندايلر ما تنساش ده فراكشر انه بيعدي كتير لانك ما بتبقاش شايف حاجه. احيانا فراكشر ديسلوكيشن الحاجات دي كلها سهله، او فراكشر راديال هيد ومع ديسلوكيشن كل الحاجات دي ايه، او فراكشر في الاوكرينن فراكشر بيبقى سهل. برضه فراكشر في القلب ومعاه بوستيريو ديسلوكيشن، شايف الاولوكرينو بس رجعت لورا هي ايه من بالنسبه للهيوبرس هيد، ماشي؟ ده برضه الاولوكرينو بروس في فراكشر وفيها ديسلوكيشن رجعت ورا ايه الاولوكرينو بروس. برضه الراديو كابيتولار فيو هتشوف في فراكشر في الكابيتولم ومعاها ايه
بينه وبينه كويس، ما هي ارثروزس في الجوينت. ماشي. الفراكشر بتاع الشافت بتاع الهيومرس ده سهل، ما فيهوش مشكله، مش هنطول فيه. برضو ادي اسماء وانواع، في ديسبيسمنت معاه ولا فيش ديسبيسمنت. ادي الفات باد ساين، ماشي، ده الانتيريور ودي البوستيريور. ماشي. هنا ظهرت في البوستيريور والانتيريور راحت، يبقى في فراكشر في القلب، في القلب جوينت. هنا لما عملنا الاكس راي لقينا الفراكشر موجود فين؟ في الراديال هيد. ماشي. سيل ساين تبقى زي المركب، ما هي الفات بيفقد والهيمارثروز في مكانها، ورا تبان، تبتدي تبان لان الفات اتزحف نتيجه الهيمارثروز، فبين الفات بيصير فات باد ساين. ففي معناها في فراكشر في الشولدر في الاطفال الموست كومن اللي تصيب راكن دايلر، لكن ممكن مع الريديال هيد فراكشر مع الكورونويد او الكوراكويد بروس بتاع البتاع تشوفها برضو نفس الكلام، بس هي السوبرا راكن دايلر هو بيركز لك عليها لان ده هو ده اللي بيمسد مننا كلنا. ماشي. وده فراكشر لو ما اتصلحش الطفل هيدخل في ايه؟ في ديفورمتي. ماشي. ادي ده فراكشر ديسلوكيشن بوستيريور ديسلوكيشن. في حاجه اسمها مونتيجيا فراكشر، ما دام جماعه بتوع العظم حافظين يقول لك في فراكشر في الراديال هيد ومعاه ديسلوكيت الشولدر ديسلوكيت قلبه اسمها مونتيجيا، هم حافظين الكلام. يعني انت لما تسمع الاسماء دي ما تستغربش مونتيجيا ايه فراكشر. ماشي. برضو في حاجه اسمها جلازي مش عارف فراكشر، بيبقى فراكشر في الريدياس ومعاه ديسلوكيتد ايه؟ النا في الريست، اسمه ايه؟ جليازي فراكشر. برضو لو سمعت الاسم ده ما تستغربش، ارضو جليازي فراكشر، هذا فراكشر في الريدياس ومعاه ديسلوكيتد ايه؟ ديستال النا. ماشي. وده برضو منتجيا فراكشر، فراكشر فين؟ النا ومعاه ديسلوكيتد ايه؟ ريديال هيد. برضو ادو منتجيا فراكشر، فراكشر فين؟ في الالنا ومع ديسلوكيتد هيد وريدياس، يبقى ده مونتيجيا فراكشر. ده الاثنين مونتيجيا مع جليازي الاثنين مع بعض. ماشي. الريست جوينت احنا عارفين الريست برضو مهمه فيها كذا حاجه. في حاجه اسمها كوليز فراكشر، ادي مثال الكوليز فراكشر ومعاه فراكشر في الستايلويد النا ستايلويد بلس. ده انتر ارتيكولار ولا اكسترا ارتيكولار؟ انتر. ما ينفعش، لازم تعمل له انترنال فيكسيشن، ما ينفعش تجبسه خلاص، لانه شايف الفراكشر وصل لفين؟ الارتيكولار انتر ارتيكولار وصل ارتيكولار سيرفيس. فلو جبسته ده بيحصل اللي بيفز يحصل لها ايه؟ شرينكج، فالعين يجي له ديفورمت، فلازم تعمل له اوبن ايه؟ اوبن سيرجر. ماشي. في برضو فراكشرات في الريست، حاجه اسمها سميث فراكشر، بيبقى فراكشر في الدورسال او الفورال اسبيكت بتاع الريدياس ومعاه ديسبيسمنت، يعني تلاقي البتاع الديفورمتي العظمه دي اسمها ايه؟ ليونيت قالت فيزي او ديزي ديفورمتي. ماشي. لو هو قدام اسمه كذا، لو هو اسم الاثنين اسمهم ايه؟ سميث فراكشر. ماشي. في حاجه اسمها بارتون فراكشر، برضه اسمه فولر بارتون فراكشر، فراكشر في البتاع ده في الديستال ريدياس ومعاه ديسلوكيشن في الفولر اسبيكت اوف ذا ريدياس. ماشي. ممكن يبقى دورسال ممكن يبقى فنتر على حسب نوع الفراكشر. الداي بانش، عارفين لكمه الجماعه الملاكمه، اللكمه المميته، برضو الداي بانش بتوع العظم برضو اول بيشوف لك الفراكشر في الارنال سايد بتاع الريدياس يقول لك ده داي بانش فراكشر على طول، يعني واحد خبطته بخبطه جامده بوكس جامد، فالنتيجة الرده بتاعت الخبطه دي يعمل لك فراكشر في الايه؟ في الالنر ازمت بتاع الريدياس. ماشي. ده اسمه داي بانش فراكشر. برضو الشوفير السواق ده اسمها ايه دي؟ اسمها ستايلود بروس بتاعت الريدياس، ممكن يحصل فيها فراكشر في ستايلود نتيجه التحبيل، الراجل السواق بيطلع مطبات ويطلع حاجات عاليه سواقين العربيات الكبيره، فبيحصل كل الاستريس بيبقى على ستايلود ريدياس ستايلود بروس، فده سموها على اسم الشوفير يعني السواق، فده السواق. ماشي. الالنر ستايلود فراكشر دايما يبقى ده كومبايند، يعني دايما لما تشوف فراكشر في الكوليز او اي نوع في الريدز دايما ستايلود بلس بيبقى معاه ايه؟ اسوشيشن. ماشي. تورس فراكشر، تورس والجرين ستيك دول مهمين، يعني ايه تورس؟ تورس باللغه العربيه من بعد، لما يجي طفل يقع على ايده العظم بتاع الاطفال عامل زي ما الصعب بتاع النخل اخضر، بيبقى مش مفهوش كالسيوم كله، يعني كالسيوم في قليل، فممكن ما يتكسرش يبتدي بس او ينبعج العظمه تعمل يعني تتفلطح او تنبعج،
فده ممكن تشوف الاي ما تشوفهوش، لكن في اللاترال فيو هتلاقي المنظر ده بس. ماشي، اسمه تورس فراكشن. بص المنظر ده المفروض الكورتكس تبقى ماشيه في حاجه واحده، لكن هنا حصل انبعج العظمه دي وسعت شويه، انبعجت نتيجه الكومبريشن، زي كان كنا في حته من العظم وسعت هنا. ففي الاي بي يعني تشوف حته العظم دي اكبر دي، لكن ما تلفتش نظرك قوي. لكن في اللاترال فيو تشوف الايه تورس فراكشر، ده مهم قوي، او باكلد فراكشر اسمه باكلد او تورس. برده جرين ستيك ده كتير في الاطفال، خلي بالك جرين ستيك لازم تجبسه، لان لو ما جبستش العين مش هيخف. بيبقى الكورتكس كويسه لكن في لوسنس خلال العظمه، لان العظمه ما اتكسرتش كلها. الكورتكس الجرين ستيك في الاطفال تشوفه كتير جدا. برضو الابيفيزيال فراكشر، ممكن الفراكشر يجي في الابيفيس، بس قلنا ده لازم ايه، هنشوف السولتر هاريس، ده مهم قوي، لان انا عايز اركز لكم على السولتر. ده نوع من الفراكشر في السولتر هاريس، هنشوفه جاي له ايه موضوع لوحده. ماشي، الاسكافويد بون فراكشر، احنا قلنا الاسكافويد يتكسر في البروكسيمال يا في الويست يا في الديستال. انا انهي اخطر واحد فيهم؟ بروكسيمال. ليه؟ عشان الفاسكولاريتي، لانه لو اتكسرت البروكسيمال الفاسكولاريتي بتاعتها قليله جدا، لان الفاسكولاريتي جايه معكوسه، جايه من الديستال لليمين للبروكسيمال. فالبروكسيمال بوشه بيجي فيها فاسكولار ايه نكروز. خلي بالك مشكلتها انها نيجلكتد، يعني انت في العين جالك وقع على ايده وعملت له اكسي راي ما لقيتش فيه حاجه. هم حتى كلينيكال اللي بيشكوا فيها يقول لك ده سكافويد، نعمل له سكافويد فيو ما لقيش حاجه. لكن لو احنا ما لقيناش نعمل له سي ولا ام ار اي؟ ام ار اي صح. ليه؟ ما هي كويس، ممكن تشوف حتى ايه لو قديمه نشوفها، لكن الام ار اي سنسيف اكتر من السي تي شويه في البتاع. لكن برضه السي تي بيشوف احسن من الاكس راي. ادي مثلا فراكشر في الويست، وادي فراكشر في البروكسيمال بورشن. فدايما البروكسيمال بورشن الفاسكولاريتي بتاعتها قليله، فبيجي لها فاسكولار ايه نكروز. برضه كل عظم الريست ممكن ادي سكافويد فراكشر اهو ام ار اي. في الاكس راي احنا مش قادرين نشوف حاجه، او مفيش حاجه واضحه قوي، لكن باقي في الام ار اي شايف الفراكشر لاين. لكن البروكسيمال والديستال كلهم فاسكولاريتي كويسه، فعنده يتجبس وبيعدي كويس تمام. لكن لو حصل فيها فاسكولار نص بيدخل يعمل له جرافت، عشان ايه؟ عشان العيانين بتوع السكافويد فراكشر الجريب فانكشن بتاع الايد بيلوست، لان لو جه فراكشر ونجلكت حصل فاسكولار نص تلاقيه ما بيعرفش يمسك حاجه كويس بايده. ماشي، ممكن فراكشر يجي في الليونيت برضه. الليونيت بون دي برضه هي السنتر بتاع الريست، فالعيان ممكن لو حصل له فراكشر يحصل فيها فاسكولار نكروز ويجي له فيزي او ديزي ديفورمت، يعني حسب البتاع. ادي فراكشر برضو موجود فين؟ في الليونيت. الام ار اي كويس احسن حتى من السي تي، من اكس راي احسن من اي حاجه. يعني الاكس راي لو بصيت مش هتلاقي حاجه، السي تي باين فيه لاين فراكشر، لكن الام ار اي موضح حلو قوي ويوريك دي في حصل فيها فيسكو نكروز ولا ما حصلش. دي ما حصلش، لانه البون مارو سيجنال في التي 1 وفي الستير نفس البون مارو، لو حصل فيها فيسكو تلاقي سودا وسودا، ما حصل فيها سكليروس. ممكن يجي فراكشر برضو في التراي كويترال، او يجي في البتاع ده في الكابيتيت بون، يعني كابيتيت بون ممكن يجي فيها فراكشر. اي ريست يجي فيها فراكشر. البلفيك برضو فراكشر مهم، مش انا مش هطول عليك في الصور، كل دي صور عشان اوريك الاناتومي بتاع البلفيس. ماشي، وده التفصيل الجدول ده. لكن بلفيك فراكشر تقول اسمه ايه، يعني مثلا ده عيان جاله تروما، ده اسمه اوبن بيك اوف اوبن بوك فراكشر، ده الكتاب المفتوح، يعني حصل فيه ماركت سيباريشن في السيمس كيوبس. بس لو شفناه في طفل ده بنقول عليه ايه؟ توبيا بزايكا، مش طفل دي اديني انوماليز، في وايت سيبريشن توبيا بزايكا. لكن لو شفت واحد كبير واخد تروما اسمه ايه؟ اسمه اوبن بوك فراكشن. ما تنساش لان توبيا بزايكا ممكن يبقى لك في الماجستير في الامتحان، يحط لك بلينكس ريف ذا اوف ذا بلفز، وتلاقي في وايت سيبريشن بتوين سيفس يوبس. في الاطفال اسمها ايه؟ واحد كبير واخد تروما اسمها اوبن بوك ايه؟ فراكشن. ماشي؟ برضو الـ 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 الاسماء مش مشكله، ملجين ولا مش ملجين مش مشكله، انت توصف فراكشر. ادي فراكشر واخد اللاتر اسبي بتاع سوبيريو بيوبي كريموس، ماشي، ومعاه حته فراكشر في السيمس بيوبس، ده اسمه ملجين فراكشر. مش مهم الاسم، انت توصف تقول له في كذا الفراكشر ده وفي ما فيهوش ديسبليسمنت ومكانه فين، واخد الميديا، واخد اللاتر اسبي بتاع سوبيريو بيوبي كريموس. ماشي، برضه الاليا كريست اهو، شايف الاليا كريست في فراكشر صغير، جاست ديسكريبشن. يعني انت برضه ادي هنا سبيرو بيوبيك ريماي باي لاترال، وفي الرايت سايد في بيوبيك ريماس. طبعا السي تي احسن من الاكس راي بكتير، لانه بيوريك الحاجه اناتومي اهو، يعني في بيوبيك ريماس هنا باينه كويس، ولو طلعت فوق هتلاقي في برضه في فراكشر فين، في الاس 2 او السكرا، مع السكرا.
برضو الفراكشرات العيان ده مثلا معاه فراكشر في السيكرو السيكرام، واخد السيكرو الياك جوينت، وفي السيكرام واخد الياك بون، ده برضو ايه، لان ده محتاج غالبا سيرجري ريكونستراكشن سيرجري. برضو ادي عيان واخد تروما حصل فيه وايدنينج في الايه سيمس بيوبس، لو بصيت على الناحيه الشمال كويس، لكن هنا في ايه دايستيزس، مش او بيسموه فراكشر او دايستيزس فين في السيكرو الياك جوينت. ماشي. برضو هنا عيان واخد برضو فيرتيكال شير فراكشر في السيمس بيوبس واسع عن بعضه، وهنا برضو السيكل جوينت واسع عن بعضه، ده اسمه شير فيرتيكال شير بيلفيك انجري. ماشي. برضو الفراكشر ممكن يبقى واخد كذا حاجه، هنا مثلا واخد كومبريشن فراكشر مع شير انجري الاثنين مع بعض، يعني فراكشر مع وايدنينج في الجوينت سبيس. ماشي. الاستابيلم يعني استابلم ليه بودي وليه انتيريو كولم وستيريو كولم وفي بودي وفي الالياك وينج، انت بس الفراكشر استابلم هتقول ده في الانتيريو كولم ده في الستيريو كولم ده واخد البودي اوف ذا، يعني لازم تحدد مكان الفراكشر لانه بناء عليه يعمل العمليه ولا ما يعملش. يعني ماشي، ادي اهو هنوريك انا الفراكشرات، ادي مثلا عيان ده اسمه انتيريو كولم، ماشي، واستابلم ده البوستيريو كولم اللي ورا، فالفراكشر اللي واخد انتيريو كولم تقول واخد انتيريو كولم بس، لو واخد البودي تقول واخد البودي، لو واخد انتيريو بوستيريو لازم تقول معاه ديسلوكيتد هيب ولا معهوش. ماشي. ادي برضو عيان ادي واخد الانتيريو بوستيريو في الاكس راي، لو بصيت في السي تي برضو السي تي احسن شويه في الانتيريو بوستيريو كولم. ماشي. ادي هنا اهو واخدها البودي اوف ذا استابلم، واخده كله لونجيتيودنال فراكشر، واخد البودي اوف استابلم واكستندنج للالياك وينج. ماشي. برضه هذا واخد الايه البودي في استابلم كله. ماشي. من روم انتيريو تو بوستيريو، ادي اهو واخد انتيريو بوستيريو كولم. ماشي. يبقى ده انستيبل، هيجي له ديسلوكيشن فلازم يدخل الجراح يعمل له ايه فيكسيشن، ده واخد بوستيريو كولم بس. ماشي. يبقى انتيريو كولم انتكت. ماشي. فانت هتوصف له بس ادي واخد انتيريو بوستيريو كولم الاثنين والبودي الثلاثه مع بعض، فده برضه هيجي له ايه ديسلوكيشن لو انت سيبته فيما بعد. ده واخد الاليك وينج بس، وهنا واخد البودي في استابلم برضه الاليك وينج واكسندنج للبودي اوف ذا استابلم. ماشي. فدي كل اسماء الفراكشرات. البتاع ده السكرم يعني ليه تقسيمات، بس هو السي تي احسن حاجه، يعني ده زون 1 لو في اللاتر اسبكت، لو واخد السكرم فرانا زون 2، لو واخد الميد سكرم اسمه زون 3، لو واخد الناحيه يو شيب اسمه يو شيب فراكشر، مش هتعرفه غير بالسي تي، حتى الاكس راي صعب جدا تعرف تحديد البتاع ده، بس انت جاست تقول هنا في فراكشر في اس 2 ومعاه ديسبيسمنت ولا لا، لكن لو عملت سي تي وريكونستراكشن ده يو شيب ايه فراكشر، لو انت شفت على الفراكشر طالع يمين وشمال ده يو شيب فراكشر. ماشي. ادي مثلا هنا في فراكشر هنا في السيكرم في المكان الفلاني اس 2 لور اسبكت، لكن ما فيش ديسبيسمنت. ماشي. ادي برضه في فراكشر ومعاه ديسبيسمنت. ماشي. لكن عايز تعرفه في انهي زون لازم تعمل 3 دي ريكونستراكشن كورونال ايبي، تقول عليه ده زون 1 زون 2 زون 3، لكن جاست انت وصفتي فراكشر في سكرم في دي ديسبيسمنت، لان العينين دول بيدخلوا يعملوا لهم لانه بيجي له مشاكل في الريكتم بيبقى ماشي قدام السكرم، فلازم يصلحوا عشان ايه العيان ما يدخلش في ايه في مشاكل في السكرم. برضه نفس الكلام فراكشر في السكرم وطالع انتيريو ديسبيسمنت. ماشي. الكوكسيك مهم قوي الكوكسيك، لانه العيانين دول ممكن يجي له تروما تريفيال، تروما تافهه ويجي له سكرال، ودايما ممكن واحده ست هي بتولد ممكن يجيها فراكشر في الكوكسيك نتيجه الطفل وهو نازل في البرس كمان ممكن ايه يعمل فراكشر في الكوكسيك. العيانين دول بيجي يشتكي منه يقول لك مش قادر اقعد، كل ما اقعد في الم عندي فين؟ في مكان يسموها كوكسالجي. ماشي. فلو تبص على السكرم طبعا تبص عليه في الاكس راي، لو اكس راي نظيفه صعبه جدا الاكس راي تجيبها، لكن هو السي تي ريكونستراكشن سيئه الايمج بيجيبها حلو احسن. لكن ادي الاي بي واللاترال، ده النورمال سكرم كوكسيكو سكرم، ده برضو بيوريك السكرم ليه فرايتي، ممكن يبقى مش عارف ايه مش مهم من الفرايتي، بس هنا لو احنا بصينا هنا هنلاقي في السي تي في فراكشر موجود فين؟ في الديستال يعني في الكوكسيك في الابر كوكسيك بارت، وفي مايلد انتيريو ديسبيسمنت. لو بصينا في الاكزل فيو هنشوفه كويس في السي تي. صراحه لو قلت اشك هعمل سي تي على طول ما اضيعش وقت في الاكس راي. ادي برضو فراكشر في اللور سيكرام اند ابر كوكسيك ومعاه ايه انتيريو ديسبيسمنت سيكرام. طب ام ار اي بيشوف حلو قوي لما نشوف بون مارو قديمه ونشوف في ايه في تي 1 بتبان لو في الستير بتبان هاي قديم. ماشي. الفيمورال نيك احنا عارفين الفيمورال نيك دي انترا ارتيكولار ولا اكسترا ارتيكولار؟ انترا. ولذلك اي فيمورال نيك فراكشر ما ينفعش العيان يتجبس لانها ما يحصلش اللي بيحصل لها انترنال اي فيكسيشن. الفيمورال نيك بس خلي بالك في الستات الكبار او اهالينا، واحد يقول لك راح بيتوضى وقام مش عارف قادر يمشي، ممكن تعمل له اكس راي ما تشوفهاش. خلي بالك شفت كذا حاله انا والله نيجلكتد، مره كانت في بنت بتتجوز
وكان بعتها دكتور يعني دخلتها الاسبوع اللي جاي فما تعمل ام ار اي. فانا لما بصيت فيها فيها فراكشر نيك فيمر وفيها فاسكولار نيكروز في الفيمورال هيد جريد 2. فانا كلمته قلت له كويس انت شكيت فيها ده فيها جريد 2 وخلي بالك لما تعمل فيكسيشن. قال لي فراكشر دي، قال لي ده انا الست البنت دي جابوها لها اربع مرات وعملنا لها سي تي وطلع نورمال انا والبنت مش قادره تمشي على رجلها وهتتجوز الاسبوع الجاي. قلت له دي فيها فراكشر نيك فيمر حصل فاسكولار نيكروز في الهيد. قال لي والله ازاي انا عامل لها سي تي بال 3 دي وكاتب له نورمال وبعته لي على الواتس. فهي قصه الفراكشر ديك فيمر يعني ممكن لوست منك بالذات في الفيو لان العين مش عارف يتحرك اوبليك في الفني. فبرضه لو انت مش شايفه كويس وسسبكت تعمل برضه سي تي ماشي. لكن هو في الاكس ري بيبان كويس في سب كابيتال وترانسفيكال وبيزي سيرفيكال. هنشوف ادي عيان عند فراكشر ديك فيمر باين ماشي. ده سب كابيتال طيب ماشي. ادي ده ترانس سيرفيكال باين ماشي. لكن احيانا بيبقى امباكتد يعني في فراكشر. ده انهي نوع منهم ده؟ ده انتر كومبايل بتوين جريتر انتر تروكانتريك قصدي بتوين جريتر وليسر تروكانتر. ده برضو نوع من الفراكشر ديك فيمر اسمه ايه انتر تروكانتريك فراكشر. المشكله احيانا بيبقى امباكتد يعني بص ده لو بصيت فيه بس هو ده في ديستربشن هنا في الكورتكس وباين اللاين فراكشر. لكن ممكن يجي لك امباكتد تصوره في الاي بي تيجي في الاوبليك الفني ما اعرفش صورها فيقعد يصورها لك اي صوره كده اي كلام مش قادر يقلب الست كويس فممكن ما تشوفهوش. لكن هنا امباكتد النوع تايب ممكن لو ما شفتوش لو شكيت فيه مش قادر تعمل لها فيوهات تاني تعمل لها سي تي عشان ايه تبقى ايه انت بريء من الموضوع. الفراكشر برضو شافت مش مشكله ايا كان. برضو ال ال الاراوند ني احنا يهمنا بس الافرجن فراكشر. ممكن عين تشخصه اي سي او بي سي ال من الاكس راي افرجن ميديا كلها الريجمنت لو شفت هنشوف ازاي. ادي عيان مثلا عنده ايه هنا لو بصيت في الصوره دي شايف الفراكشر الصغير ده اسمه شيبس فراكشر او سيجوند فراكشر. السيجوند ده بيبقى 99% معاه اي سي ال تي اف ماشي. هو في المراي ما بيشوفوش لان المراي ما بيشوفش الشيبس فراكشر بيشوف بس جاست ايديما في الـ في الـ في اللاترال سبيلو ادفكتيفز تيبيا كومباين. لو شفناها تقول ده ايه سسبكت مع سيجوند فراكشر. لكن لو بصيت في الاكس راي وعند تروما هتبقى غالبا 90% في حد بيبقى معاه اي سي ال تير ماشي. اهو برضو السيجوند فراكشر معلم لك عليه شايفه في الـ في الـ في الاكس راي. ساعات الاكس راي نظيفه ويعمل زومنج عليها عشان تشوفه كويس ماشي. برضو العيان لو عنده فراكشر في الكوندايل بتاعه الانتير كوندايل بتاعه التيبيا ومعاه سيكوند يبقى ده عنده افالجن تير فين في الاي سي ال ومعاه سيكوند فراكشر. يعني حتى ممكن تشخصه حتى من غير ام ار اي من غير ام ار اي. برضو ادي سيكوند فراكشر في الام ار اي بس بيشوفه اديما ما بيشوفش الفراكشر لاين لكن معاه اي سي ال تير في السيتال فيو. ده انواع التيبيا الفراكشر المهم كلهم انترا ارتيكولاري ادام اكسند ارتيكولاري لازم يحتاج ايه انترنال فيكسيشن ماشي. مش مهم الاسماء مش ادي بس ده اوبليك فراكشر واخد اللاترال اسبكتوز تيبيا واكستندنج انتر ارتيكولاري وانفولفد الابيفيسس والكوندايل بتاعتي يبقى ده لازم يحتاج ايه انترنال فيكسيشن. ادي السي تي بتاعه برضو ده ناحيتين وداخل انتر ارتيكولاري لازم يدخل الجراح يثبته. وهنا شوف كومبنيوتد بتفشفش ماشي. وهنا ده الكوندايل العين ده يجي له ايه حتى لو احنا مش شايفينه يجي له اي سي ال افالجن فراكشر ماشي. ده برضه اي سي ال افالجن فراكشر. الباتيلا فراكشر باتيلا برضه ده فراكشر مع فراكشر في البتاع ده في التيبيا الناحيتين وانتر ارتيكولار اكستنشن مع هيمو ارثروز يعني موريك سوفت تيشو بتاع ده فات باد سوبر باتيلا فات باد لوست يعني مع ارثروز. الباتيلا فراكشر باتيلا برضو بنشوفه لكن خلي بالك في حاجه اسمها بايبرتيت باتيلا ممكن باتيلا تبقى بايبرتيت جزئين بس العين ما وقعوش تروما ما فيش بين فانت بتعرفه من الهيستوري من اكتر مش اكتر من كده ماشي. ادي فراكشر باتيلا برضو العين لازم يكون واخد تروما وادي فيه فراكشر في الباتيلا ايه ومعها هيمو ارثروز. شايف كل السوبرا باتيلا باوتش كلها ديستندد باي ايه بلاد. برضو ده فراكشر مع ديسلوكيشن ومع فراكشر برضو تيبيا وفيبولا مش مهم يعني ده بس حاجات اسماء. طيب نيجي للانكل فراكشر. الانكل ده مهم قوي لان انا كان لسه في حاله كده وكنت عامل لها اكسري الراجل بعتها لي على الواتس معرفه فقلت له ده فراكشر في الفيبولا من اسبوعين وعمله جبسه وخلاص. المهم قال لي بقى الدكتور عظم قال له قدامي الدنيا فيكسيشن رحت بعت له الاستاذ عظم قلت له عندنا من اللي قال لي نعمل له الدنيا فيكسيشن راح قال لي. فلما جيت عليه في المحاضره هنا فهمت الموضوع ازاي هقوله لكم ازاي ماشي. الفراكشر
الفراكشر اوف ذا باتيلا بيتقسم، واحد اسمه ويبر ويبر، وواحد اسمه لوج هانسن، هو نفس تقسيمها هي هي، بس ويبر هو اللي عمل التقسيمات الاخيره، فكله بيسمي بويبر، ويبر ايه ويبر بي ويبر سي. هنشوف ويبر ايه ويبر بي ويبر سي. ويبر ايه بيبقى انفراديزموتيك، احنا عارفين التيبيا والفيبيا ماسكين في بعض في حاجه اسمها سيندزموتيك ليجن، اللي هم ايه ثلاثه ليجن، انتيريو تيبيو فيبرال وبوستيريو تيبيو فيبرال، واحد ثاني اسمه تيبيو ايه تيبيو تيبيو تيبيو، ثلاثه ليجن، ثلاثه دول ماسكين التيبيا مع الفيبرا. ماشي، لو جه الفراكشر في الترانس سيندزموتيك لازم يعمل انترنال فيكسيشن، لانه الفيبولا والتيبيا هيسيبوا عن بعض، لكن لو جه انفرا ديزموتيك او سوبرا سيندزموتيك ممكن ما يعملوش انترنال فيكسيشن، جاست يلبسوا بس وخلاص. هنشوف بس ازاي التقسيمه بتاعته. طيب نيجي مثلا في البتاع ده، ادي سيندزموتيك ليجامنت ده، ماشي، الفراكشر تحتها يبقى ده اسمه ويبر ايه او انفرا ايه، انفرا سيندزموتيك فراكشر، واخد مين؟ واخد الفيبولا، لسه في بس تحت السندزموز او تحت الليجامنت، فده انفرا سندزموتيك. ماشي، في تايب 1 في تايب ايه وواحد واثنين، واحد لو هو لوحده، 2 لو معاه فراكشر في الميديا الايه؟ الميديا التيبيال ماليولس، يبقى ده 1 وده 2، بس الاثنين يبقى انفرا ايه؟ سندزموتيك. ماشي، ما ممكن تجبسه. اوكي، طيب الويبر 2 ده ترانس ايه سيندزموتيك، ده لازم يعمل انترنال فيكسيشن، ما ينفعش، مع انه لو حتى في برضه واحد واثنين وثلاثه، واحد بيبقى واحد واثنين بيبقى ترانس سيندزموتيك وبيبقى في الفيبولا بس، ومعاه ثلاثه بيبقى فيبولا ومعاها ايه ومعاها تير في البتاع ده، معاها رابشر في الانتيريو ديزموز ومعاها فراكشر في الماليولس تريتس. ماشي، واربعه بيبقى معاها افالجن فراكشر فين؟ في الميدال ماليولس. الويبر 2 ده لازم تعمل له ايه؟ انترنال فيكسيشن، عشان لانه ما عملتوش في انترنال فيكسيشن قال التيبيا هتسيب الفيبولا، مش هيعرف يعني يبقى حركته في ديفورمتي مع حركه. النوع الثالث الويبر سي بيبقى سوبرا ايه؟ سندزموتيك، فوق، يبقى الفراكشر فين؟ اباف السندزموز. برضو في واحد واثنين وثلاثة اربعة على حسب الميديا الماليولوس متاخدة الليجامنت مش عارف في ايه، ففي افالجر في الميديا الماليولوس والليجامنت رابشر. طيب 2 لا رابشر في الانتيريو ديزموز. طيب 3 فيبولا فراكشر اباف الليفل في سندزموز اللي هو ده. طيب 4 بيبقى افالجر في فراكشر في السوبرا ومعاه ميديا الايه ميديا الماليولوس فراكشر. ده ما يحتاجش برضو ما دام السندزموتك ليجامنت كويس ما يحتاجش ايه؟ ما يحتاجش فيكسيشن. ماشي، ادي البتاع بتاعهم الملخص بتاعهم، يبقى ويبر ايه بيبقى انفرا ايه سندزموتيك، مش مهم يبقى مع يبقى واحد او اثنين، واحد لو الفيبولا بس، واحد يبقى اثنين فيبولا وميديال ماليولس. ماشي، الترانس سندزموتيك ده لازم يعمل تاني فيكسيشن، بيبقى السندزموتيك ليجامنت مقطوعين. ماشي، يبقى برضه في واحد واثنين وثلاثه واربعه وعلى حسب الفيبولا بس، والفيبولا مع التيبيا على حسب، مش مهم، بس ده لازم يعمل انترنال ايه فيكسيشن. السوبرا سندزموتيك يبقى فوق الليجامنت، يبقى ده في الفيبولا بس او الفيبولا مع التيبيا بس، كل واحد ليه ايه واحد اثنين ثلاثه اربعه. المهم اللي فوق ايه وسي ما لهمش انترنال فيكسيشن، لكن بي لازم يعمل ايه؟ انترنال فيكسيشن. اوكي؟ طيب ده انهي نوع فيهم ده؟ طيب ويبر ايه تحت على السندزموتيك ليجمنت كويسين، يبقى ده ويبر ايه، محتاجش ايه، محتاج جاست كاست بس. طيب ده اهو في الديستال فيبولا، ويبر ايه برضه مع السندزموتيك ليجمنت هنا يا جماعه، يبقى ده ويبر ايه، ويبر ايه. يعني احنا مش لازم نعمله ام ار اي من الاكس راي؟ لا بالاكس راي بس انت تبقى عارفه مكان السندزموتيك ليجمنت فين. سندزموتيك ليجامنت بعد عند الفيبولا الهيد ينتهي من عند النك بتاع الفيبولا ولغايه الابر شافت، كل الحته دي سندزموتيك ليجامنت. لو جه فراكشر فيها يبقى ده اسمه ترانس سندزموتيك، لازم يعمل انترنال فيكسيشن. لكن لو جه تحت في الهيد بتاعت الفيبولا او قبل النك، يبقى ده كله ده انفراسندزموتيك او ويبر 1، ده ما يحتاجش انترنال فيكسيشن. طيب ده هو بس جايب لك دايجرام معاه عشان يوريك السندزموتيك ليجامنت. هنا برضو ده ويبر، طيب ويبر 2 برضو ده انفرا ايه سندزموتيك. ماشي، طيب ده اهو ده اخطر واحد فيهم، ده ويبر كام؟ ويبر 2 بي قصدي. ماشي، يبقى في ده ترانس
سندزموتك ده لازم يحتاج انترنال فيكسيشن. طب وده نفس الكلام ويبر بي بس 3 و 4 يبقى ده ترانس سندزموتك لازم يحتاج انترنال ايه فيكسيشن. ماشي ويبر برضو بي ومعاه ميديال مليولس فراكشر. ده اللي فوق ده مين فوق السندزموتك ومعاه بتاع ده يبقى ويبر سي ويبر سي تايب 3 ستيج 3 لانه معاه ميديال مليولس فراكشر يعني ده ما بيحتاجش انترنال ايه فيكسيشن. برضو ده ويبرز 3 الفراكشر في شايف الفيبولا فوق خالص ماشي ومعاها ميديال مليولس فراكشر يبقى ده ويبرز 3 ومعاها هيمارثروس. برضو ده ويبر سي ادي الفراكشر اباف السندزموتك ليجامنت ومعاه فراكشر صغير فين في الميديال مليولس ماشي. في برضو تراي مليولر يبقى البوس مليولاي فراكشر والتيبيا بيبقى الميديال الاثنين يعني اللاترال والميديال اسبكت لين فيهم فراكشر اسمه تراي مليولر ثلاثه مليولاي مكسورين ماشي. سولتي هاريس ده اهم واحد في المحاضره كلها سولتي هاريس لان كلنا بنغلط فيه وانا كتير غلطت فيه صراحه مش عارفه بس مع الوقت ابتديت افهم ايه سولتي هاريس. سولتي هاريس ده بيجي في الاطفال بس احنا عارفين الطفل العظم بيتكون من كام حاجه احنا عندنا ايبيفيسيس ميتافيسيس ودايفيسيس لكن الطفل فيه حاجه زياده في حاجه اسمها الفايسيس. الفايسيس دي بيحصل فيها ايه العظمه تاكل ماشي لكن في الكبار مش موجوده يعني سولتي هاريس ده بيجي في الايه في الاطفال بس ما بيجيش في الكبار. ده دايجرام بيوريك العظمه نورمال ده الابيفيسيس وده الفايسيس وده الايه ميتافيسيس وده الدايفيسيس اللي فوق ماشي. تايب 1 بيحصل جاست سيبريشن المسافه دي توسع يعني الميتافيس يطلع فوق والابيفيسيس ينزل تحت يعني فراكشر خلال الفايسيس. ده صعب جدا ده انت لو مش في دماغك لا يمكن تشوف لانك انت بتبص مش شايف فراكشر لاين لكن جاست انا شفت وايدرنج في الفيزيا لاين ده الفايسيس يبقى ده ايه سولتي هاريس تايب 1. طيب تايب 2 بيبقى وايدنينج زائد ايه فراكشر انا هحفظه لك ازاي في الاكسندنج 2 زي ايه ميتافيسيس اباف يعني تايب 2 يعني هي كلمه سولتر اس يعني سيبريشن هوريها لك انا بس مستعجل. تايب 3 بينزل لتحت ياخد في برضه في فراكشر في الفايسيس واكستندنج لمين للابيفيسيس. طيب 4 الاثنين ميتافيسيس وابيفيسيس. طيب 5 ده كراش يعني الابيفيسيس يدخل في بعض الفايسيس في الابيفيسيس ماشي؟ هناخدهم بس واحدة واحدة بس عشان تعرف. طيب احنا قلنا العظمة ده بيعظم معين ما انا هوريهولك بس جاي تفصيل بتاعه. كل العظم أي عظم فيه بس في الريست في الالبو في الانكل في الفريب أي عظم فيه ارتكوليشن يجي فيه السلطة. ما هو مش معروف الصورة محطوطة على الانكل اللي يجي في أي حاجة ماشي؟ والله أنا غلطت كتير في السلطة ما كنتش أعرفها في الأول. يعني كل ما بكتب حد راجل يقول لي انت مش عارف السلطه في مصر انا عمري ما شفت السلطه الهارس ده ولا حد قال لنا عليه. هم العظم احنا قلنا بتكون منين؟ ابيفيسز وفايسز باللون الازرق والميتافيسز والدايفيسز الكبير ده ماشي؟ برضه هنا ادي في فايسز وهنا في فايسز كل عظمه فيها في بين الابيفيسز والميتافيسز في فايسز بس ده في الجرونج. الفايسز ده اللي بيكبر منه ايه؟ العظم بيطول منه تمام؟ متفقين؟ متفقين. طيب ادي السولتر هاريس في عارف النيمونيك سولتر يعني نيمونيك يعني الاختصار نيمونيك سولتر اس سليب او ستريت ثرو سليب يعني الابيفيسيس تبعد عن يبقى ده تايب ايه سولتر 1. طيب التو يبقى في وايدرنج في برضه في الفايسز ويحصل فراكشر اكستندنج لمين اباف للبيتافيسيس ماشي يبقى ده سولتر تايب ايه تايب 2. طيب تايب 3 بيبقى بيلو او لو تحت منه اكستندنج للابيفيسيس. طيب 3 ثرو يبقى ثرو الابيفيسيس والميتافيسيس. طيب 4 هقول لك تايب 5 اسمه رامد او هقول لك اسمه ايه ماشي يبقى ده تايب مين ده هنا في وايدرنج في مين في الفايسيس يبقى ده تايب 1 يعني كانه الميتافيسيس طلعت فوق بس نزلت تحت. ده تايب 2 طلع وسع بس اكستندنج لمين للميتافيسيس. ده تايب 3 وسعت بس تنزل للابيفيسيس. طيب 4 ثرو عدى فوق وتحت. طيب 5 ده كراشت يعني البتاع لبست في الابيفيسيس لبست في زي كراشت تروما كراشت انجر ماشي. يبقى قلنا احنا اول حاجه تايب 1 سولتر هيلث اسمه سليبد او ستريت ثرو فراكشر
بلين باسس روزا جروس بليت وزوت انفولفنج البون، يعني الفراكشر بيجي في الجروس بليت بس فيوسعها زي السوتشر. ايه في السكال سوتشر دايستيزيس هي نفس الفكره. فالاس يحصل سليب، الاس بتاعت السولتر بيحصل ايه؟ ابيفيسيس سليب، يعني الابيفيس تروح لتحت والميتافيس تطلع لفوق. اهو شفت الميتافيس عامل لك سامه، يبقى الميتافيس تطلع فوق والابيفيس تنزل تحت. لكن انت ايه اللي بتشوفه سعادتك؟ وايدنينج في الفايسيس. يبقى ده سولتر هاريس تايب 1 ايه؟ تايب ايه؟ تايب 1. طيب ادي اهو لو احنا بصينا، بص حضرتك الابيفيسيس هنا واسع ولا مش واسع؟ شايف اللاتر فيو واسع ازاي؟ والعين واخد تروما. مقارنة بايه؟ بص حاجتين، لو انت عينك كتير في الشغل هتشوفيها، لو مش عينك صوري الاثنين مع بعض، البص انكل مع بعض ماشي؟ لكن اي عيان تروما شكيت فيه في المنظر ده يبقى تكتبه، يعني عارف انت لو بره ترفع عليك قضية لو عدى منك سلطة حاجة، يعني ده سلطة لازم انت عارف يلبس الطفل وهو بيمشي بتاع حاجة سلطة واحد اتنين، بس المهم يتعامل، لكن ما يسيبش الطفل يقعد يلعب على رجله وبتاع. لكن لو بصيت هنا في الفايسس هنا وسع، يبقى كان البيتافيس راحت فوق البيبس نزلت تحت، يبقى ده سولتر هارس ايه؟ وما تشوفش فيه فراكشر لاين خالص، اوكي؟ ماشي؟ طيب سولتر هارس 2 قلنا سولتر تاني حرف فيها ايه؟ ايه؟ يبقى في وايدنينج في الفايسز وفي اباف، يبقى في فراكشر لاين وصل لمين؟ للميتافيس، يبقى ده سولتر هارس مين؟ 2. هنشوف الصوره البروجنوزس اكسلنت، محتاج غالبا نون اوبراتيف. ادي عيان اهو تروما. لو احنا بصينا هنا في الاي بي وادي اللاترال فيو، لو بصينا في الاي بي هنلاقي في وايدنينج فين؟ الفايسز، في فايسز لكن مش شايفين حاجه ثانيه. لكن في اللاترال فيو في وايدنينج وفي فراكشر اهو هنا، شايف الفراكشر ده؟ اكستندنج للميتافيس. يبقى ده سولتر هاريس تايب ايه؟ هو ملونهولك على الفراكشر، الحته فيها فراكشر باللون الاحمر والنورمال بون باللون الاصفر، تمام؟ طيب سولتر هاريس 3 نفس الكلام، في وايدرنج في الفايسز بس الفراكشر نازل لمين؟ لو تحت الفايسز او لو، عشان بس هو يمشيك النوميريك كريم بس، يبقى ده بيلو، يبقى الفراكشر اكستندنج لمين؟ للابيفيسز، للابيفيسز. يبقى ده سولتر هاريس تايب ايه؟ تايب 3. غالبا ده محتاج عمليه سولتر لانه دخل ابيفيس. فاكرين احنا اي فراكشر اكستندنج للبتاعنا بارتيكولارلي، فده غالبا بيحتاج عمليه. يبقى ده سولتر هاريس تي 3. لو بصينا هنا في الاكس راي، بص حضرتك شايف هنا في وايدرنج فين؟ في الفايسز. لو بصيت في الاي بي هتلاقي الوايدرنج ومعاه فراكشر اكستندنج لفين؟ للابيفيسز. يبقى ده سولتر هاريس مين؟ شوف السي تي باينه حلو قوي، عملنا العين ده السي تي، ده الاكس راي. بص حضرتك الاكس دي حلو ازاي؟ شايف الفراكشر؟ ماشي؟ شايف فراكشر؟ ادي الفايسز وايدنج، في الفراكشر اكستندنج للابيفيسز، يبقى ده سولتر هاريس مين؟ هاريس 3. ده لازم يحتاج عمليه، ماشي؟ طيب هو سولتر هاريس 4 ثرو، تي يعني ثرو خلال، يعني يروح فوق وتحت، يعني الفايسز واسعه والفراكشر اكستندنج للميتافيسز واكستندنج لمين؟ للابيفيس. اسمه ده برضو بيحتاج اوبراتيف ايه؟ اوبراتيف انترفيشن. ادي الفايسز وسعت وادي الفراكشر اكستندنج للميتافيسز واكستندنج لمين؟ للابيفيس. يبقى ده سولتر هاريس مين؟ ادي السي تي بتاعه، ادي الاكس راي اهو في وايدرنج في الفايسز، وادي هنا الفراكشر اكستندنج للابيفيسز، مش قادرين نشوف في الميتافيسز ولا في الاكس راي، لكن لما جينا عملنا السي تي باين حلو قوي اهو. ادي فراكشر اكستندنج للابيفيسز وهنا اكستندنج لمين؟ اهو للميتافيسز. شايفه؟ شايفه ولا مش شايفه؟ يبقى ده هاريس نمره كام؟ وده محتاج اوبراتيف برضو، اوبراتيف انترفينشن، ماشي؟ اخر واحد 5، ده فيري رير، فيري رير، وحتى مسموه اخر حرفين في سولتر اي وار، فسموهم ايه؟ اي ريشر اوف ابيفيس. اي ريشر يعني كراش، يعني ابيفيسز ايريشر الترجمه بتاعتها ايه؟ ايريشر يعني زي تصادم جامد، ايريشر يعني الكراش انجري في الابيفيسز. وده خطورته في ايه؟ رير، خطورته انك تشوف ممكن ما تشوفوش، ما برضو حاجه مشكله ده. طب ما تشوفوش لانه ده لازم برضو انستيبل فراكشر، ومحتاج برضو سيرجيكال
هنشوف ازاي. لو ده جالك وانت ادي هنا، ادي هنا اهو، لو احنا بصينا في الابيفيسس بتاعه الريديوس هنا، شايف الستايلود بروس بتاعتها كويسه، لكن الالنر اسب بتاعتها حصل فيها ايه؟ كراشنج. شايفها بقت ازاي؟ كانها يعني جيت انت عملتها، عملت لها زي كراشنج يعني، يعني عملتها كولابس، حصل فيها كولابس. العين ده يجي له ديفورميتي، لو ما صلحتوش يجي له ديفورميتي، لازم تعمل له اوبراتيف، عشان هيجي له ميد لانج ديفورميتي، يجي له اي ديفورميتي من الفيريس ماشي. فده اخطر واحد، هو فيري رير لكن ممكن ما يتشافش ماشي. يبقى ده سولتر هاريس تايب كام؟ 5 ماشي. يعني ده لو عايز تعمله سولتر او تراي بلين فراكشر مش مشكله. ده لو قلنا سولتر يبقى ده كام؟ لو احنا هنقول ده سولتر يبقى ده 4. ترانس طالع مفتفس وطالع ايه؟ ابيفس. يبقى ده 4 ماشي. في نوع من الفراكشر يعني حاجه نادره اسمه ايزولوتد تريشيوس، تريشيا فراكشر. احنا عارفين ال التيبيا فيها ميديال كوندايل وفيها ايه؟ فيها لاترال كوندايل. احيانا الفراكشر يجي في الحته دي، ده رير، يجي في الكوندايل اللي ده اسمه تريشيوس. لكن ده هو دايما الفراكشر بيجي في هي دي الاكسبوزد للتروما، لكن هل ممكن يجي لك فراكشر في الحته دي بس اسمه ايزوليتد ايه؟ تريشيوس فراكشر. ما يبانش في الاي بي، تشوف في اللاترال فيو باين اللي هو ده ماشي. يعني ده برضو تريشيوس مع ايه؟ تريشيوس فراكشر مع ديسلوكيشن في بين التيبيا والفيبر ماشي. برضو اسماء مش مهم الاسماء، ده اسمه جوفينايل تيلوكس فراكشر، برضو فراكشر واخد الابيفيسس مع وايدنينج في الفايسس. لو احنا هنحطه سولت طولت، لو ده طفل هنحطه سولت هارس انهي واحد فيهم ده؟ 3 ما هو في فايسس وفي اكستندنج انتراس ابيفيزيال، نحطه 3 ماشي. الكالكينيال تيرس فراكشر اخر حاجه. الكالكينيس مهمه لان البودي ويت كله محمول عليها. برضه نفس القصه، لا ننسى انتر ارتيكولر ولا اكس ارتيكولر. انتر ارتيكولر يعني اكستندد سبتيلر جوينت، لو اكستندد يبقى ايه؟ يبقى ده لازم يحتاج انتر فيكسيشن، لو اكس ارتيكولر ممكن تعالى نفس القصه ماشي. بس هو كل الفراكشر تيرس لازم تعمله سي تي صراحه. الاكس راي ملوش قيمه قوي في ال يعني، اي فراكشر كالكينس او تيلس لازم تعمل له سي تي ماشي. طيب 1 وتايب 2 مش مهم الانواع، بس هو تعرف انتر ارتيكولار ولا اكسترا ارتيكولار. لو هو انتر ارتيكولار لازم يعمل ايه؟ فيكسيشن. لو اكسترا ارتيكولار ممكن ما نعملش. طب ده انترا ولا اكسترا؟ اكسترا اكسترا مش واصل ارتيكولار سيف، هوريك حالات انترا. طب ده انترا، شوف الفراكشر واصل للسبتيلر جوينت، يبقى لازم تعمل له ايه؟ لو ما تقولش تيرا فيكسيشن هيحصل التيرس، يحصل الكالكينس، يحصل فيها ايه؟ شينكج ويتكش وتبقى العين يدخل في مشاكل جامده ماشي. طب ادي اهو سي تي، سي تي روعه. طب لازم اي عين مفيش كالكينس، ده انترا ولا اكسترا؟ انترا، لانه اكسندنج سب تيلر جوينت، فلازم تعمل له انترنال فيكسيشن للمعرفه. برضو التيلس نفس الكلام، لو الفراكشر بتاعها اكسندنج انترا ارتيكولاري لازم تعمل لها انترنال ايه؟ انترنال فيكسيشن. برضو ادي تيلس انترا ارتيكولار، برضو لازم تعمل لها انترنال ايه؟ فيكسيشن. احيانا التيرس برضه يحصل فيها فراكشر ويحصل فيها ديسلوكيشن، اثنين مع بعض، برضه ده انترنال فيكسيشن. ارض التيرس فراكشر فيها انترنال ايه؟ مع ديسلوكيشن، برضه ده ديسلوكيشن التيرس. النافيكولار بول برضه ممكن يحصل فيها فراكشر، نفس الكلام، اي عظمه من هذه النافيكولار اهو، بس هي مشكله النافيكولار لما يحصل فيها فراكشر بيجي فيها بعد كده ايه؟ افاسكولار نكروز، ماشي. فانت لازم تبقى عارف الفراكشر ما عالجتوش يجي فيها افاسكولار نكروز. برضه ادي نافيكولار بول ستريس فراكشر في البون مارو قديمه باين، هي مشكلتها بس ممكن تدخل فيها افاسكولار نكروز. طيب نيجي بعد السولتر حاجه اسمها ليس فرانك، ده برضه مهم جدا، وانا هقول لك مهم ليه. لو حد هقول بس وهسال سؤال، لو حد جاوبه هناخد جايزه. الليس فرانك ده جراح كندي كان شغال في ايه؟ في الجيش الكندي الفرنسي الثوره، في ثوره سنه 1800 مش عارف ايه 1800 مش عارف، كان في حاجه اسمها الجيش الكندي الفرنسي، فهو جراح، كان بتاع جراحه، كان بتاع نساء زمان، كان جراحه يعني تشمل كل حاجه. فالراجل ده وصف الليس فرانك انجري او فراكشر، يعني هو نفس الاسم ليس فرانك انجري او فراكشر. وصف قال لك ايه الليس فرانك انجري ده؟
قال لك بيحصل فيه ليجامنت ماسكه الترسل مع الميتاترسل بون، فالليجامنت دي لو اتقطعت بيحصل السفنكين، او حصل تروما ممكن بيحصل ليجامنت تتقطع ويحصل فراكشر ويحصل برضه السفنكين. لكن هو فراكشر انجري نفس الموضوع. انا هقول لك الموضوع ده مهم جدا، انا كنت بكتبه كتير في الحالات، هقول لك حالات ايه ولقيت انه مهم. لازم تعرف الليس فرانك انجري ده واخد الفيرست ولا السكند، ولا واخد الثلاثة أربعة خمسة، بيبقى واخد كذا حاجة، ليه كذا شكل. هنشوف في دايفيرجنت وفي هومولاترال، وفي دايفيرجنت هومولاترال. يعني هومولاترال لما يجي ليس فرانك انجري مثلا واخد الترسو ميتاترسل، كل العظم يحود لبره طريق الرسول، او الثاني دايفيرجنت، يعني جماعه يروحوا جوه وجماعه يروحوا بره، دايما الفيرست والسكند تو مع بعض، والثلاثه التانيين يروحوا بره، لكن الهومولا كلهم يروحوا بره. هوريك انا صوره على الكيبورد ماشي. فانت لازم توصف الليس فرانك ده موجود في انهي مكان ومعاه انهي هومو ولا دايفيرجنت، هومو لاترال ولا دايفيرجنت ديفورميتي. بص ده اسماء الليجامنت اللي بيبقى الليجامنت ماسك من، لو عايز تقراها اقراها، بس انا مش هضيع وقتك فيها عشان اوريك على الصور احسن ماشي. طب احنا لو بصينا هنا، ده الاكس راي وده السي تي ريكونستراكشن ايمجن، هنلاقي فيه هنا الفيرست تو كويس ولا مش كويس؟ السكند تو كويس؟ لا برضو السكند تو فيه، لا مش كويس، مش قادر اقول. لكن السيرد والفورس فيهم ايه في الاكس راي؟ في ديسلوكيتد لبره، وفيهم فراكشر لاين هنا ماشي. لكن الفيفث كويس، مور اور ليس كويس. لكن احنا لو بصينا هنلاقي في السي تي احسن طبعا، السي تي الفيرست تو كويس في السي تي، السكند تو هو برضو السكند كويس برضو في السي تي، مش ما فيهوش حاجه. السيرد والفورس والفيفث، الفيفث ما فيهوش حاجه، لكن السيرد والفورس فيهم ايه؟ فيهم فراكشر وفيهم ديسبيسمنت لاترال. يبقى انهي نوع فيهم ده؟ دايفيرجن، يعني طالعين لي بره ماشي. يبقى لو بصينا في الفراكشر، واخد البيز بتاع السيرد والفورس بتاع ترسل بون، ومعاهم دايفيرجنت لاترال ايه؟ ده اسمه ليس فرانك انجل. طيب لو احنا بصينا في الاكس راي ده، خلينا في الاي بي واللاترال، خلينا في الاي بي الاول، هنلاقي في الانجري او الفراكشر موجود فين؟ في الفيرست وفي السكند ماشي. لكن السيرد والفورس والفيفث ما فيهمش ماشي، ومعاهم برضه لاترال ايه؟ لاترال دايفيرجنت ديفورميتي. في اللاترال فيو برضه الدايفيرجنت مش هتشوفه اي بي، ولا هتشوفه قدام ولا ورا في اللاترال فيو، لكن هنا باين انه ايه؟ طالع انتيريور، هنا لاترال وانتيريور بتاع ده دايفيرجنت ماشي. طيب ده عيان برضه عنده، عمل له عمليه، لانه ده بيحتاج اوبراتيف بتاع ده، اوبراتيف انترفيرنس ماشي. لو احنا بصينا برضو كان في ليس فرانك تايب 2، وعمل له فيكسيشن للصباع الاول والثاني والثالث بايه؟ بسكرو. طيب السؤال اللي انا عايز اساله، الليس فرانك فيكم حد شاف الليس فرانك فيكم؟ هو تايب 1 وتايب 2، تايب 1 لو خد الثلاثه صبع اللي بره، تايب 2 لو خد الاثنين اللي جوه، لو خدهم كلهم اسمه تايب 6. في حد فيكم شاف الليس فرانك انجري ده؟ انا كنت بشوفه بس انا كنت بشوفه بس ما كنتش اخد بالي في حاجه منه، انا كنت بكتبه بس ما كنتش اكتب الليس فرانك، بس انا فهمت بعد ما قريت الليس فرانك. بص هتشوفه كتير جدا وانت مش واخد بالك منه. في عين اسمه الشرق الجوز بتاع الدايبيتك، ده عين دايبيتك كتير. انا عندي بس 10 15 20 حاله، بس انا كنت بكتب فراكشر بس، المفروض اكتب الليس فرانك. هو العينين دول بيبقى عندهم نيوروباثي، ما بيحسوش بايه؟ بالبين. فممكن التروما تجيلهم كتير، ممكن تجيله تروما او هو حتى الليجمنت نفسه يتقتل من غير حتى فراكشر، يعني الليجمنت اللي ماسك الكيوبويد بون او الكيونيفورم بون مع البيز بتاع المتطرف بون، لو الليجمنت ده اتقطع برضه يجيله ليس فرانك انجل او فراكشر. وحتى الكوز لما تقرا الباثوفسيولوجي يقول لك ده يا اما تروما يا اما ليجامنت ديسربشن، الاثنين ممكن ده ليجامنت ما يبقاش معاه تروما، فالاثنين نفس القصه. يعني انت جبت كتير كنت بشوفه، انا بكتب شارك جوين وذ فراكشر الون زي كذا 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 ماشي. هو بس مشكلتي اللي عندي ضيف ما تقدرش تعمل له سيرجيكال انترفنشن، يقول انا عندي ضيف فوت وبتاع ما تقدرش تدخل تثبته مثلا، فلازم تدبسه عشان يلحق الفراكشر ده. فهتشوفه كتير فين؟ في الكريكا باكس في الشارك جوين،
لكن هو الليست فرانك بيرسي هتشوفه غالي جدا ماشي. ففي الشارك والجوينت هتشوفه كتير قوي الليست فرانك ايه الليست فرانك انجري او فراكشر ماشي. فهو تكير بس منه في البتاع ده. انا عايز بس اخر حاجه اقولها، انا نسيت اجيب لها صوره. الفيفث ميتاتارسال بون ده البيز بتاعته بيجي فيه فراكشر كتير بالذات في الاطفال. لو جالك فراكشر في الطفل تعرفه فراكشر ولا فايسيس ازاي؟ يعني افرض انا جالي مثلا بص ادي فراكشر في البيز بتاع الفيفث ميتاتارسال مش عارف نسيت احط جالي فراكشر كده اعرفه ازاي ده فراكشر ولا ده فايسيس؟ الاكسس انه الاكسس اللي بيبقى فراكشر انا هحطه لك بطريقه سهله. ترانسفيرس بيبقى فراكشر، لونجيتيونال بيبقى ايه؟ هو هحفظها لك بطريقه سهله. صاحبك بيبقى ماشي معاك وعدوك بيبقى ماشي عكسك. اللي ماشي معاك ده يبقى مين؟ صاحبك. اللي ماشي ده الفايسس. لو شفت اللاين ده لونجيتيونال يبقى ده راجل صاحبك ماشي معاك يبقى ده فايسس. لو واحد ماشي عكسك ماشي ترانسفيرس يبقى فراكشر. في الاطفال اصل المشكله بتتلخبط في الاطفال. لو جالك فراكشر في البيز بتاع الميتاتارسال بون فيفس دايما بيجي تروما. لو جه ترانسفيرس يبقى ده فراكشر، لكن لو لونجيتيودنال ده فايسس. حتى لو عيل اخت روما خلي بالك افتكرها بس كده، صاحبك بيبقى ماشي معاك يبقى ماشي مع اللونجيتيودنال اكسس يبقى ده الفايسس صاحبك، لكن العلوك مين الفراكشر؟ الفراكشر بيبقى ماشي عكس. فيفس متطرف اصل في الاطفال اصلا ما بيتاخدش في الكبار. الكبار انت مش هتتلخبطي لان في الفايسس قفل خلاص. الاطفال بتتلخبطي حضرتك يجي لك طفل تروما وتشوف فيه لاين موجود ماشي مع العظمه بالطول فده حضرتك مش فراكشر ده فايسس، لكن لو ماشي بالعرض يبقى ده ايه؟ يعني الفايسس بتاعي يبقى ماشي بالكونسيدر احنا ابنك يبقى ماشي معاك ولا عكسي؟ عدوك يبقى ماشي عكسي احنا بنقول عشان ولا لا كل الفايسس كل متفاصل جوه بس هو دايما هو في الطرف اللي فيه الفراكشر بتلخبط فيه احنا ليه؟ عشان الفايسس لسه ما قفلش، لكن لو قفل ما بتاخدش فيه مش هتشوف الفايسس. هو ده الاكسس بتاع الاكسس اصلا بس ولا هو ده الاكسس بتاع كل فايسس بيبقى ماشي الروتين كل فايسس بس هو ده الموست كومن بيجي فيه فراكشر. فانا كذا مره تجيلي حاله توكلها قال فراكشر قال لي لا ده فايسس. انا لما قريت لقيت الفايسس يمشي مع الاكسس بتاع الصداع، لكن لو ماشي عكس الاكسس يبقى ده فراكشر. هي بس النقطة عشان بس لو جالي طفل واقع على رجله برضه حتى لو فايس تقول له انكوزيت فيود في الفايس موجود بالبندور تو زي ما انت قاعد نو فراكشر لاين. لكن لو ساعات شفتيه ترانزفيرس معكوس عكس ده فراكشر يبقى نسيت بس احط لها صوره في اخر حاجه الريب فراكشر ما خدناها في التشيست برضه. ريب فراكشر طبعا يعني اسباب وتروما ايا كان مش مهم الاسباب دي ماشي. الريب فراكشر برضه الريب فراكشر برضو بيبقى صعب عليك شويه بالذات الفني ما بيعرفش يصور اوبر لازم يصور كذا فيو اوبليك ويصور لك الابر ريب لوحده واللور ريب لان اللور ريب قريبين من الابدوم لازم ياخدوا دوز كبيره. الابر ريب بيبقى في الشيست كان دوز قليله لازم يعمل لك كذا اوبليك وتشوف المكان ريب وتعد بقى زي ما اتفقنا العد ازاي وتشوف انهي نوع فراكشر فيهم. ادي هنا فراكشر مثلا في الريب مثلا ايا كان عدد ده وده في فراكشر في اللاترال اسبكت وموجود في البوستيريو ولا انتيريو توصفه بالظبط مع اليوم وسوركس معهوش مع لاين كونتيجر معهوش. لو تعذرت تعمل سي ده سي ريكونستراكشن كورونال ايمجز في مالتيبل ريب فراكشر موجودين في كذا ايه كذا ريب. برضو ادي مالتيبل ريب فراكشر في طفل صغير اكس ري باين كويس اللي هو مصوره اوبليك حلو قوي والدوز حلو. برضو هنا فراكشر ومعاه كالاس فورميشن نتيجه اولد تروما. برضو ده عيان برضو عنده باي لاترال ايه بوستيريو ريب فراكشر ومعاهم ليفت كلافيكولار فراكشر تروما ماشي. برضو ده مالتيبل ريب فراكشر بس هيلينج في كالاس فورميشن معاهم العظم متكون. وده برضو في ريب فراكشر مع سيرجيكال انفيزيما مع لانج كونتيوجن ماشي. لان بص سبكتين السيرجيكال انفيزيما ده لانج كونتيوجن. برضو السي تي 3 فوليوم ريندرنج بيبين لك الريب فراكشر حلو جدا يعني ممكن تعمل اكس راي ما تقدرش تشوفه قوي. العيان بيشتكي برضو عيان مهم اعمل له ايه سي تي فراكشر. برضو ادي مالتيبل ريب فراكشر مع سيرجيك انفيزيما مع نيومو ايه نيومو سوركس ونيومو هايدرو هنا في فيوجن في هايدرو يبقى نيومو هايدرو سوركس ماشي. كده احنا خلصنا محاضره الفراكشر العقيمه ماشي. في حد عايز يسال حاجه فيها؟
حد يسأل حاجة؟ يعني احنا بس عايزين نركز اهم حاجة في الفراكشرات.